بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنرحب بالساده الزملاء كلهم في السكند بارت فروم فور تريسنج هاو تو ريد اند انسر. وطبعا يشرفنا ان احنا يكون معانا الاسبوع الثاني على التوالي دكتور طاهر سعيد، دكتور محمد تسلم، سامي، الله يخليك. وزميلتنا الفاضله الدكتوره ايمان راشد. احنا هنبتدي النهارده ان شاء الله بالدكتور طاهر سعيد، هيكمل ايكو تريسنج هاو تو ريد اند انسر. اتفضل يا دكتور طاهر. اوكي ماشي. أنا لحظة واحدة بس هخلي السكرين يو كان اوكي شير. أوكي، تفضل دكتور طاهر. وإحنا زي ما اتفقنا يا شباب، اللي عاوز يجاوب يرفع إيديه. في حالة إن محدش رفع إيديه، دكتور طاهر هيجاوب مباشرة. اوكي وزي ما ماشي الدكتور طاهر اقترح، أكثر الناس إجابات له جايزة إن شاء الله. والله هديها له انا بنفسي. والحاجة التانية زي ما قلت للدكتور طاهر، البوست بروسيسنج ويبينار بيكون مباين فيه كل الحاجات اللي احنا بنعملها، مشاركة الناس، عدد الدقائق، الدخول والخروج، كل حاجة. فممكن بسهولة، بجانب ان احنا هنكتب برضو اسماء الناس اللي شاركت اكتر، هنعرف برضو من الكمبيوتر ايه اللي حصل. ثانية بس عشان خاطر في بس مشكلة في ال ديسكتوب. اوكي دكتور طاهر، احنا دولة، اتفقنا انك هتجيب كمبيوتر جديد، بقى الدكتور علي هيجيبه لك. مفيش حد اداني حاجة، مفيش حد اداني، قلت لك وصي عليا ما انتش راضي. اتفضل يا دكتور طاهر. ماشي ثانية حاضر. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. كده ظهر يا بيه؟ هي نوت فول سكرين يا دكتور. ماشي اوكي. كده ظاهرة؟ هي ظاهرة بس دي وورد مش كده؟ لا لا كده فيديو كده نو نو، ده والله. دكتور محمد انت شايفها فيديو؟ دي كيس نمبر 13. لا 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 يبقى مش شيء بيسويني. طب ممكن اعمل انشيت تاني؟ ستوب شيرينج وادخل تاني على ال حاضر ماشي طبعا. ايش اوكي خلي البرزنتيشن بس على الديسك توب. اوكي بي. طب هي دي ماشي اوكي كده تمام. كده ظهرت اوكي ماشي. اوكي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا استاذي واخويا الكبير طبعا الدكتور مصطفى مقرب، وربنا يجعله في ميزان حسناتك بجد والله ما شاء الله، يعني ما شاء الله عليك يعني في كل حاجة ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك لنا فيك وفي علمك وفي صحتك يا رب. ربنا يكرمك. هنبدأ بقى الجزء الثاني إن شاء الله بإذن الله. وهنشوف يعني هنبدأ بحاجة سهلة قوي جدا والناس كلها هتلاقيها عارفاها إني شغلتها كذا مرة قبل كده. ف دكتورة حد فاطمة هيقول الهادي. إيه؟ طيب ماشي. لكن هي بقى ده عايزه تكسب الجائزه كده بقى يا عايز تاخد الجائزتين. بيه. اتفضلي يا دكتورة فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده سينيلو رايت بار اكسترنال فيو شوينج اورتو اورتيك فال اسندنج اورتو color guided، وفي ده في ده severe might severe aortic regurgitation. برافو اكسلنت دكتوره فاطمه بجد دكتور تعمل ده ريموت. difficult view جدا، يعني في عيانين بيجي فيهم، بس بصراحة الفيو ده difficult قوي في ان احنا نجيبه. ما انا عارف بقى ان انت موجوده يا فاطمه عشان كده اجيبه لك اهو. بس هو فعلا دكتور مصطفى ده كان اول ما نزلته قبل كده كان كله يتلخبط فيني ده ايبيكال فور تشيمبر ماشي. فقلت لهم لا ده مش ايبيكال فور تشيمبر، ده اسندنج اورتا واورتيك فالف. ده الاورتيك فالف اللي بيفتح ده، وديت الساينسز كورونري ساينس ماشي، وده الاسندنج اورتا، في كان دايليت اسندنج اورتا، وده احد الفيوهات اللي انا لازم اجيبه مانداتوري ان انا لازم اجيبه في الاورتيك ستينوزس والسسبشن اوف اورتيك دايسكشن. بس very difficult الحياة ان دكتور. الحاجات ديت اولا ادي قدام ما فعلا يا فندم فعلا، بس هو بيبقى كتير قوي في الناس اللي هم عندهم دايلتد اسندنج اورتا، بيبقى باين هنا الفلاب ماشي. وزايد على كده هنا لما باجي احط كونتينوس ويف دوبلر ببقى اوريدي بارلل
على الفلو بتاعي، بارلل على الفلو بتاع الاورطه، فبجيب يعني ال 100% accurate gradient على الاورتيك فالف. يعني انا فاكر ان العيان ده عملنا له ايبيكال فور ايبيكال 5 تشامبر، وخدنا عملنا كونتينوس ويف دوبلر على الاورتيك فالف، كان طالع الماكس والمين باين كان 50 و24، كان حاطه مودريت اورتيك ستينوزس. هنا بقى لما جبنا ده وخدت عليه كونتينوس ويف دوبلر اهوت، كونتينوس ويف دوبلر طالع هنا المين، المين 52. انا غيرت الديجري من مودريت اورتيك ستينوزس لسيفير اورتيك ستينوزس، فغيرت الديسيجن خالص، غيرته من ان انا هبعته لاورتيك فالف ريبليسمنت دايركت، خلاص بقى ده اكيوريت ان انا عندي سيفير اورتيك ستينوزس. ادي الجريدينت اهوت، الماكس طالع 85 والمين طالع 52، وادي الاورتيك ريجيرش. يبقى فعلا دكتورة، ده لما دكتورة رمزية بتسألك يا دكتور طاهر، اتفضل. how you can get this view and what's its name؟ بالظبط ده الفيو ده اسمه رايت باراسترنال. رايت باراسترنال يبقى انا بروح على الرايت باراسترنال اريا، السكند رايت باراسترنال اريا، وبخلي النود بتاعتي اتجاه الليفت شولدر. ماشي، هيجيب لي الفيو ده. لازم ابقى دايركت انا في دماغي الاناتومي بتاعي. الاناتومي بتاعي ايه؟ ان طالع الاورطه ورايح يعمل، هيعمل هوكينج كده ويعمل ارش، بيعدي الرايت سايد من الميد لاين، بيروح على الرايت سايد وبعدين يرجع تاني ليفت على الـ على الليفت سايد. فخلي النوب بتاعته والدايركشن بتاعت الريز بتاعتي يمت الاورطه بالظبط، هيجيب لي نفس الفيو ده. ماشي، هو طبعا هنا كان كلير قوي علشان خاطر العيان ده كان فيه دايليتد اسندنج اورطه. ماشي، انما هو هتلاقيه صعب شويه، بس بالتعود ان شاء الله هيجيب. بس ده مانداتوري، مانداتوري ان انا اجيبه في الاورتيك ستينوز، علشان الاورتيك ستينوز لازم اخد اكتر من فيو علشان اخد اكبر جريدينت، واكبر جريدينت اللي هاخد عليه الديسيجن بتاعي. انا بقول لكم فعلا العيان ده كان الجريدينت بتاعه في الابيكال 5 تشامبر كان المين 25، هنا المين طالع 52، غيرت الديسيجن بتاعي خالص من فولو اب لايه، لاورتيك فالف ريبليسمنت. اكسلنت دكتور فاطمه. اوكي، this patient كانت عندها 27 سنه وجايه مبعوثه من مستشفى صدر العباسيه، مبعوثه ببايلاترال لانج ابسس. واتس يور كومنت دكتور سعد؟ تفضل يا دكتور سعد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ده طبعا ترانسفاس كيكو فور تشامبر فيو بين الليفت فنتريكل والليفت اتريوم والرايت فنتريكل رايت اتريوم. ده الابشتاين انوماليز، يعني الرايت سايد دايليتد، وفي اللي هو الليفلت سيبتم يعني ايبيكالي ديسبليسد مور ايبيكالي يعني. طيب حضرتك دكتور سعد شكلك ما سمعتش الهيستوري اللي انا قلته. ده كانت 29 سنه في ميل بيشنت، 29 سنه ريفيرد تو اس فور ايكوكارديوجرافي بيكوز شي هاد بايلاترال بالمونري او بايلاترال لانج ابسس. بايلاترال يبقى دي بالمونري قديمه، ممكن لانج ستيت بالمونري قديمه، بايلاترال لانج ابسس. اوكي، لو جينا نتفرج هو فعلا زي ما انت قلت ده ابيكال فور تشامبر. ماشي، عندي ليفت فينتريكل رايت فينتريكل ليفت اتريوم ورايت اتريوم. اللي انا ملاحظه هنا ان فيه دايليتد رايت سايد سواء رايت فينتريكل او رايت اتريوم. هنا انا شايف الانتيرور ليفلت بتاعه الترايكوزيت فالف، هنا السبت الليفلت اهي، بس السبت الليفلت دي متاكله، متاكله بمعنى كلمه متاكله. ده فعلا كانت هي البنت دي ادكت، وكانت اي في ادكت حتى كمان. ماشي، وكانت جايه بانفكتيف اندوكاردايتس، حصل ديستراكشن للسبتا الليفلت بتاعه الترايكوزبيد فالف وامبلايزد، راحت على البوست لانج عملت لانج ابسس. وده مانداتوري ان اي عيان بايلاترال لانج ابسس ويونج ايج لازم تسيرش فور انفكتيف اندوكاردايتس. دكتور سعد يو كان كومنت اجين لو عاوز. دكتور سعد عايز تقول اي حاجه تانية؟ اللي انت شايفها ديت يا دكتور سعد ديت تمام دي تيرابيتوليشن، انما السبتا ليفت اهي. تمام اوكي تمام.
اوكي تمام. دكتور عبد المحسن معانا باين يا فندم دكتور شاب عبد كده. المحسن، اه طبعا دكتور عبد المحسن، ازاي حضرتك؟ هو لسه عنده مشكله بس في الكونكشن تو اوديو يا دكتور طاهر، ماشي، بس ما فكونتينيولي. اقدرش هو يكون موجود واقول له السلام عليكم دكتور عبد المحسن، انت عارف. السلام ورحمة الله وبركاته دكتور طاهر. استاذي استاذي ازاي أنا حضرتك؟ متأسف جدا سينيور معلش. العظيم. وربنا الله يخليك. يكرمك، الله يخليك. يبقى ده انفكتيف اندوكاردايتس، وعملت ايفالشن للسبتا ليفلت بتاع الترايكاسبيد فالف، وبريزنتد البرزنتيشن كان بايلاترال لانج ابسس. اوكي كومنت. حد رفع ايديه يا جماعه ولا انا مش شايف حد رفع ايديه؟ يا دكتور طاهر يا فندم سامعني كده؟ أنا سامع حضرتك، دكتور سعد ودكتورة فاطمة عايزين يجاوبوا، تختار مين يا دكتور طاهر؟ والله كده بيه، بس هي كده الدكتوره فاطمه عايزه تاخد الجائزه، مش عارف طيب إحنا هنخلي الدكتور احنا سعد يعلق عايزين. عشان المرة اللي فاتت، معلش يا فاطمة. اتفضل يا دكتور سعد. دكتور سعد. طيب ماشي واضح ان في مشكله في ماشي. الصوت، فدكتوره فاطمه بقى هتجاوب. اتفضلي يا دكتوره فاطمه. ايه ده 3D ترانس فراسك ايكو. الله. دكتور طاهر حضرتك حاطط الكرسر ده ترايكاسبيد فالف شوينج سيكنينج اوف ذا ليفلت with برافو gradient. انا مش شايفه الجريدينت كام بس شكله significant ترايكاسبيد ستينوزس. برافو دكتور فاطمه، فعلا ده فعلا 3 دي ترانس ثوراسيك ايكو 3 دي زوم فيو على الترايكاسبيد فالف. الترايكاسبيد فالف هنا انا عرفت منين ان هو ترايكاسبيد فالف؟ بحاجتين اتنين. رقم واحد، انا عندي الانتر فينتريكولار سيبتوم هنا في الايه ال 2 دي العادي ماشي. رقم اتنين والاهم جدا، ان انا عندي هنا ثلاثه ليفلت، ثلاثه ليفلت، ادي الانتيرو ليفلت وادي السبتا ليفلت وادي البوستيرو ليفلت. الانتيرو ليفلت الثلاثه ان ايكوال سايز، انما الميترال فالف هيبقى 2 ليفلت بس، انما هنا 3 ليفلت. يبقى ده ترايكاسبيد فالف وده انتر فينتريكولار سيبتوم، يبقى انا عامل زوم فيو على الترايكاسبيد فالف. ده كان عيان ويز اجريسيف روماتيك هارت ديزيز، وكان عليه فعلا جريدينت، كان المين جريدينت بتاعنا 7 ملم ميركري ماشي. الماكس جريدينت كان 10. انا مش عارف انتم مش شايفين طبعا اكيد بتاع، لان الارقام صغيره قوي، بس هو فعلا كان فيه سيجنيفيكانت، في سيجنيفيكانت ترايكاسبيد ستينوزس، وكان فيه ماسيف ترايكاسبيد ريجيرج، لان فيه مالكو ابشن اصلا للليفلت هنا. اوكي اكسلنت دكتوره فاطمه. دي سهله جدا، ثواني بس الفيديو يشتغل. ومن غير فيديو يا دكتور طاهر، نعم ومن غير فيديو. محتاجة بس هي فيديو من يا دكتور مصطفى. دكتور نعم عبد المحسن اتفضل. أنا بقول لحضرتك مش محتاجة فيديو يا طاهر. لا يا بيه، ده استنى بس الفيديو، شوف بقى الفيديو. هي مش محتاجة فيديو بس عشان الاسم ده بس. اتفضل يا دكتور سعد. مثلا ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في كان السكرين في الرايت سايد ده بارستنر لونج اكسس شوينج اوكي الليفت اتريوم اورتا وده بقى الفور تشامبر. في انتر الاتريس جوه الاتريوم في ماس يعني مكزومه او لا، يعني ممكن تبقى مكزومه او سواء او مكزومه. برافو، هي ماس فور ديفرنشال دايجنوز دكتور سعد، ده كلام حضرتك صح، وكلام حضرتك 100% صح. اكسلنت ماشي. مكزومه او مش مكزومه ده اللي هيبينها الام ار اي، او هناخد بايوبسي ونشوف، انما فعلا كلام حضرتك صح. انا عندي تو فيوز، واحد رايت ليفت باراستيرنال لونج اكسس فيو، والثاني ابيكال فور تشامبر فيو. في ماس ماشي لها بيديكل ماشي،
موفينج ماس لها بيديكل ماسكه هنا، اللي هنا ديت اللي هي الانتر اتر سيبتوم ماشي، موفينج ايه موفينج موفينج ان ذا ليفت اتريوم ماشي. الماس ديت فعلا سواء ميكزوما او سواء ثرومبس او سواء اي حاجه، انت قلت ماس فور ديفرنشال دايجنوزس وده الكلام الصح ماشي. هي فعلا ديت ميكزوما كانت ماسكه بيديكل في الانتر اتريال سيبتوم ماشي. الماس لازم تعلق عليها، هل هي عامله هيمودايناميك افكشن ولا لا، هل هي عامله ديستراكشن لاي فالف ولا لا، الكلمتين دول لازم تقول. هي مش واصله هنا للميترال فالف، وكمان الميترال فالف هنا لوكس سم وات هيلثي، يعني ما هوش فيه روماتيك افكشن، يعني ما فيش ميتر ستينوزس، يعني ديت اكسكلودد ان هي ايه ثرومبس، ده موستلي فعلا ان هي ليفت اتريال ميكزوما. برافو عليك دكتور سعد. دي واحدة تانية بقى، مين اللي هيجاوب؟ ايه يا دكتور مصطفى، مفيش حد الا الاثنين دول ولا ايه؟ لا دكتورة هند أسامة ايوه اتفضلي. ماشي، ايوه ده كده الزهراء كده هتكتسح. دكتورة هند اتفضلي. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك دكتور وعليكم مصطفى، السلام. دكتور طارق، جزاكم الله خيرا على المجهود. الله يكرمك ربنا دكتورة يخليك هند، يا دكتورة اتفضلي. هند اتفضلي. ترانس ثوراسيك ايكو 2 دي مود شوينج right ventricle, right atrium, left ventricle, left atrium, interventricular septum, mitral and tricuspid valve. في doors occupying the left ventricle, left atrium and traversing through the mitral valve toward the left ventricle. For differential diagnosis, maybe هي بتبان في بارت كده انها زي بانكيوليتد ماس، ممكن تبقى ثرومبوس او ميكزوما او مالجنانسي بالظبط. سواء كان برايمري او سكندري تيومر. فور بقى بيتر اسسمنت عن اوكي طريق السي ام ار كاركترايزيشن. بالظبط اكسلنت دكتوره هند، فعلا ده ماس هيوج ماس عامله ديستراكشن للميترال فالف، لانها كل شويه تطلع وتخش وتطلع منه. كانت عامله جريدينت كمان، وده احد اسباب السكندري ميتر ستينوزس مش برايمري ميتر ستينوزس. الماس ديت فعلا كانت العيانه ديت انا بعتها فعلا عملت سيرجري وعملوا بايوبسي وطلعت فعلا مجزومه. اكسلنت دكتوره هند. نيكست كيس، بسم الله الرحمن الرحيم. لازم كمبيوتر جديد يا بيه، مش هينفع كده لازم والله. يا طارق لازم، ما انا قلت لك دي لسته واحده يا ريس. على طيب حساب الدكتور علي يا محمد يا طارق. نعم على حساب الدكتور اكيد طبعا، علي. هو مين اللي هيدفع لغيره؟ يلا كونتينيو الماسس برضو، ايه رايكم في البيشنت ده؟ احنا عندنا ناس رافعه ايديها كتير المره دي. إن شاء الله. دكتور أحمد والنبي يا بيه لو حد عندك في المركز الإسلامي طلعه على طول، أنا بقول دكتور لك هو أحمد ربيع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في هنا على الرايت فيو ده سبكوستال فيو مضاد حرارة إيثرم والإنفيريور كيفا والهيباتيك بين، والليفت فيو موضح الار في ام فلو فيو، في ثرومبس موجوده في رايت اتريوم. هي ماس، يعني عشان دكتور احمد برضه ان انت تكون في الامان لازم تقول ان هي ماس فور ديفرنشال دايجنوز، ما تقولش ثرومبس او تقول فيجيتيشن، قول ماس وبعد كده بعد بقى اللي عندك ميكزوما فيجيتيشن ثرومبس. اوكي هي فعلا ديت مالتيبل ماسز في الرايت اتريوم ماشي. ادي ماس هي بروترود ثرو ذا تريكاسبيد فالف، والماس الثانيه دي المهمه اللي لازم تذكرها، دي ماسكه في الاوستيكيوم فالف ماشي، ماسكه في الاوستيكيوم فالف. انا موضح هنا ده الانفيرو فينا كافا وده الهيباتيك فين وده الاوستيكيوم فالف، وادي ماس اتاتشد للاوستيكيوم فالف هنا السبليمينال فينا كافا. دكتور عبد المحسن ايوه ماشي، لو سيادتك بتصحح السلايد دي للناس، ايه النقط اللي تحاسبهم عليها وايه النقط اللي مش هحاسبه عليها اصلا، وايه النقط اللي لو قالها او النقطه يعني اللي لو قالها ادي له الفول مارك وانا مستريح.
طب هو بس معلش، هو المفروض ان الدكتور منصور كان كلام ان احنا هيبقى الموضوع يعني مور سيمبل فايد عن ان انا اصحح واشوف مكتوب فيها ايه، يعني عن النظام القديم بصراحه. يعني هو ده الاتفاق، كان ان احنا هيبقى الحاجات تقريبا يعني محدده والاجابات محدده عشان خاطر ما فيش ميسنج. بس هي الفكره كلها ان على قديمه، يعني لازم الاول يوصف الفيوز اللي شايفها، ولازم يشوف يوصف هو شايف ايه في الفيوز دي. ده 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 سيني ولا ستيل فريم، شوينج ايه الكونتنت اللي موجوده فيه، الاستراكشرز اللي موجوده فيه، الابنورمال استراكشر اللي موجوده فيه، تو بي فولفيلد. يعني هل هطلبه بحاجه تانية؟ انا ممكن اطلبه مثلا في حاجه زي كده، طيب المانجمنت ايه، التفكير في البوسيبل ايتيولوجي في الحاله دي يكون ايه، البوسيبل مانيفستيشن ككلينيكال بيكتشر او الابلكيشن بتاعها يكون. دكتور محمد، لو الطالب في الامتحان ما كتبش ان الماس دي اتاتش تو اوستيكيان فالف، تحاسبوا عليها ولا ملهاش اهميه؟ ولا تفرق ماستر ولا ام دي؟ مصطفى، بس هو الحقيقه لو وصل للدايجنوزس وما كتبش ان هي اتاتشت حتى للاوستيكيان فالف، انا مش هحاسبه عليها. لكن برضه هي نفس اللي احنا بنقوله في الكومنتري على النظام القديم. يعني دكتور عبد المحسن الحقيقه انه اضاف حته ان الامتحان هيبقى حاجه وتتسال، لكن في العادي انا بعتبر نفسي دكتور ما بعرفش اشخص، وقاعد جنبي دكتور تاني مغمض عينه وانا بقرا له سلايد بقول له انا شايف فيها ايه، شايف ترانس راسك، شايف 1 2 3، وشايف الماس اتاتشد لكذا، كاني عمال اوصف لدكتور جنبي مغمض عينه انا شايف ايه، وفي الاخر الدكتور اللي جنبي يكتب الدايجنوزس. فكتصحيح لا، ما اعتقدش ان هي هتفرق في الدرجه، ولكن يعني بالاحوط نكتب دايما اللي احنا شايفينه وما دمت قادر ان انا اعبر عنه. هي القصه بس يا دكتور محمد، انا عندي هنا دلوقتي سبكوستال، احنا موضحين السبكوستال والسبكوستال، يعني هو جايبه علشان خاطر اشوف الحته دي بالذات، يعني اشوف ان في اوستيكيان فالف ماشي، واشوفه ان في ماس. فلازم دي فعلا هي تفرق بيني وبينك، يعني من الماستر الام دي بتاع الماستر لو قال لي بتاع ده ماس في الرايت اتريم اوكي، انما لو جت في واحد ام دي وما قاليش ان هي اتاتش تو سيكن فالف، لا الصراحه انا لازم اخصم منه عشان ما اسويش حتى كمان باللي هيكتبها لي. يعني اللي هيكتبها لي ان ده ماس اتاتش في السيكن فالف، لا طبعا مش هسويه باللي هو قال لي، لا ده ماس في الرايت اتريم. شفت يا دكتور محمد، بتوع الانترفينشن طيبين عن بتوع الايكو والكلينيك دايما كده. طبعا على اساس ان انا بتاع ايكو يا بيه. اتفضل دكتور. اوكي اهي سهله، هي بيه خالص اهي بقى. دكتور حد بقى من لا عايزين حد بقى من المركز الاسلامي بيه، الله يكرمك. لا دكتور سعد في المركز الاسلامي؟ لا والله لا مش دكتوره عزه. دكتور عزة اتفضلي. عزة زهراء برضه. طبعا. السلام عليكم، حضرتك كده سامعني؟ سامعينك يا فندم. تمام. ده ترانس ثوراسيك ايكو ابيكال فور تشامبر فيو شوينج ال اف دي بارت اوف ليفت اتريوم رايت فنتريك اند بارت اوف رايت اتريوم مايترال فالف اند ترايكاسيد فالف. There is a mass or echogenic mass attached to the apex of the apex of LV. More or less, rounded. Maybe for differential diagnosis, maybe LV is thrombus. Most probably because of hypokinetic apex or a kinetic apex. Okay, excellent, Dr. Azza. فعلا ده عباره عن ابيكال فور تشامبر فيو، انا عامل زوم على الليفت فينتريكل علشان خاطر اشوف الريجيوناليتي واشوف هل في ماس في الايبكس ولا لا. هو فعلا انا عندي هايبر كاينيتيك بيزل وميد لاترال وول وبيزل وميد سيبتال وول، عندي هنا ديسكاينيتيك ايبكس الايبكال سيجمنت اللي هنا بتاعت السيبتم وبتاعت اللاترال وول، وفي ماس اتاتشد تو ذا ليفت فينتريكل ايبكال كاب ماشي، تو ماس اكشوالي يعني. وفعلا انت زي ما انت قلت كده في المثال زي ده هنقول الريجناليتي، انا عندي هنا نورمال او هايبر كاينيتيك
لاترال بيزل وميد لاترال وبيزل وميد سيبتوم، انما هنا عندي ديسكاينيتك ابيكس وفيها ليفت فينتريكولار ابيكال ميس. اوكي اكسن دكتور عز. اوكي ديت بقى بتاعت الميديبي. طيب دكتور احمد منصور، حد رفع ايده؟ دكتور احمد منصور. اوكي 3 دي ايكو ترانس ثوراسيك فور تشامبر فيو ليفت اتريم هنا سيبتيتد ذا كور تراي اتريتم. اكسلنت اكسلنت دكتور احمد، فعلا ده الحاجه الوحيده بس اللي انت هتقولها ان ده 4 دي مش 3 دي. ماشي 3 دي لايف از 4 دي. اوكي دكتور انت احمد هتقول فعلا ان هنا شغال فين؟ لا انا كنت في المعهد القلب. تمام اوكي هنا هتقول فعلا ابيكال فور تشامبر وعندي ليفت فينتريكل رايت فينتريكل ليفت اتريوم اند رايت اتريوم. انا عندي هنا فعلا سيبتوم ترانسفيرس ليفت اتريوم وده فعلا كانت ليفت اتريال كورتريتم. اللي باين هنا في النص ده اللي هو الحاجات اللي هي الهولز ديت دي بالموني فينز. اوكي طيب معلش دكتور طاهر انا كان ليا بس سؤال، هو ده لو 4 دي وتسجل اتاخد بيه سيني وحضرتك بتعرضه دلوقتي، ما هو الكانديديت ما يعرفش ده 4 دي ريال تايم ولا ريكوردد، فلو قال 3 دي صح برضه مش كده؟ طيب هو لو قال 3 دي اوكي مفيش مشكله، بس هو القصه كلها انا بساله اكن ده لايف كيس قدامي محمد. ماشي فعشان برضه ابقى انا مطمن ان هو عارف المعلومه دي، وغير كده هنقول لي ده فول فول فوليوم. ماشي اوكي اتم ماشي نشوف اللي بعده. ده عيان برضو عشان نسهل الاجابه بتاعت ده بيشنت بريزنتد كان جاي ب باست هيستوري اوف مايوكارد انفاركشن كان انفير وول مايوكارد انفاركشن. دكتور سعد فؤاد. اوكي السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا في 3 دي ايمج وعلى الليفت سايد ده 2 دي في انيوريزم في على الانفيرير وول على هو ده فور تشامبر فور تشامبر في طيب اللاترال في اللاترال وول انيوريزم بالظبط بالظبط انيوريزم في اللاترال وول بالظبط ده الانيوريزم. ايه الطيب بتاع الانيوريزم بتاعك ده يا دكتور سعد؟ هل ده ترو ولا ترو انيوريزم؟ ترو لا سودو لا سودو سودو. ايه الفرق بقى ما بين الترو والسودو؟ هو ده إيه النيك النيك بتاعت الانيوريزم بتاعتك ماشي تمام. النيك بتاعت الانيوريزم بتاعتك قد ايه؟ ماشي هل هي اقل من هو في ناس بتقول لك ان هو اقل من النص وفي ناس قالت لك اقل من التلت بتاعت الايه بتاعت الكاف بتاع الليفت فينتريكل. لا ده اقل من بكتير قوي حتى كمان من التلت. حتى انا جايبها هنا ب 3 دي وباصص اكن قاعد في الليفت فينتريكل وباصص عليها كده جابت لي الاوستيوم بتاعت السودو انيوريزم هنا موجوده هنا. ماشي تمام. اللي عرفني ان ده سودو انيوريزم اللي عرفني ان ده انيوريزم اصلا مع الكونتراكتيليتي هنا بيحصل استريتشنج للايه؟ استريتشنج للانيوريزم نفسه. ماشي؟ وسودو لان النيك بتاعتي او الاوستيوم بتاعتي اقل من تلت الايه مساحه الايه؟ الليفت فينتريكولار كافيتي. اكسلنت دكتور سعد. هو معلش يا طاهر هو المفروض ان يعني هو قال في اللاترال وول بس المفروض هيقول هو في اني سيجمنت من اللاترال وول عشان خاطر تبقى الاجابه كامله. تمام. اوكي ماشي اوكي. طب هل ممكن دكتور عبد المحسن برضه هيقول حاجه على ريجوناليتي؟ يعني مثلا يقول مثلا انا عندي البيزر والميد بتاعتي برضه فيها يعني هنا نير لاكاينيتك لو احنا نقول نير لاكاينيتك بيزر. هو هي الفكره كلها هو الوصف مطلوب كامل ولا الوصف الابنورمال هو اللي مطلوب؟ يعني أيوة. لو الوصف كامل هيبقى كومنت على كل حاجه كانك يعني بتعمل ايكو وانت بتكتب كومنت عليه. لكن انا قصدي ان الوصف نفسه لان الوصف يعني قصه البوزيشن بتاع الالجوريزم نفسه هيحكم في
في التدخل بتاعه او في الانترفنشن اللي هيحصل عليه، سواء السيرجري اللي هيحصل له يعني. هو انت كده الفكره ليه مش دكتور عبد هتحاسب على الوهاب، قديمه بس، هتحاسب على قديمه قديمه. سؤال الدكتور طاهر ان يقول كل الداتا اللي في السلايد ولا لا. هو اعتقد يا دكتور طاهر لو جات السلايد دي موفي زي ما حضرتك عارضها كده، كل ما قال داتا اكتر كل ما هيبقى له درجات اكتر، لكن الدرجه الاكبر هتكون على الحاجه اللي يو كانت ميس ات اللي هي الانيوريزم. بالظبط بالظبط. هو ده يا فندم كان حد شغال في السلك الدبلوماسي، حتى الدكتور اسلام شوقي عمل له مالت سايز سي تي كمان. هو تلاقيه فاكر العيان ده مالت سايز سي تي، والراجل ده راح امريكا عمل فعلا شال الانيوريزم ده هناك. اوكي مين يا شباب؟ نقولكم مين بس. طيب هي الدكتورة هند أول واحدة بقى رفعت إيديها، دكتورة هند أسامة. هو أنا شايفة كده تو تشامبر ترانس تراسيك إيكو سيني لوب 2 دي تو تشامبر فيو ال في مايترال بروفيتيك فولف ات ذا سايت اوف ذا مايترال و left atrium second panel color doubler added showing two jet of mitral regurg, one central jet nearly moderate mitral regurg and the other paravalvular. تمام برافو دكتور هند. اكمل ولا ايه؟ لا برافو فعلا. طيب هو فعلا دهيسنس او اي حاجه حصلت او باراباربولار ليك. تمام اكسلنت دكتوره هند. هو ده فعلا ده ابيكال تو تشامبر ماشي، وعندي هنا بروسيتيك مايترال فالف. المايترال فالف احد الارمز اللي انا البروسيسز احد الارمز اللازم ابص عليها، لازم ابص على الاوكلودر وابص على الايه الانيلوس بتاعته او الرينج بتاعته. هنا الاوكلودر يعني نيرلي نورمال، الاثنين بيتحركوا كويس جدا هنا ماشي. الانيولوس او الرينج بتاعته الى حد ما فيش فيها روكينج ولا حاجه، بس هنا لو دققت عينيا هنا كده هلاقي فيه ايه ايكو دروب اوت هنا بعد الايه بعد الرينج بتاعته. لما حطيت كلر فعلا في ريجرجيتيشن في النقطه دي بالذات ماشي. وانس ان انا لقيت حاجه زي كده لازم اروح للسكند ستيب. ايه السكند ستيب بتاعتي؟ هعمل ترانس اسفجيال ايكو. عملت هنا ترانسوسوجيال ايكو ولغيت خالص البروسيتيك مايترال فالف، وشفت هنا فعلا في هنا ديفكت بارا فالفولر ديفكت هنا ماشي، وعامل لي سيفير ترايكاسبيد ريجرجيتيشن. لو جيت ثبت ده وخدت الفينا كونتراكت بتاعتي هتلاقي معديه اصلا ايه اكتر من سنتي حتى كمان يعني، يبقى ده سيفير بارا فالفولر ليك على الابيكال لونج ميد ترانس اسفجيال ايكو ماشي. الثيرد ستيب لازم اعملها في العيان ده اقوم حاطط ال 3 دي بتاعتي علشان خاطر لما اروح للانترفنشنست ابعت الداتا للدكتور الدستار ولا عبد غني اقول له انا عندي فالف، الفالف بتاعي كويس جدا ويل سيتد، بس انا عندي هنا بارا فالفولار ديفكت او بارا فالفولار بارا فالفولار ليك. البارا فالفولار ديفكت ده عند الساعه كام بالظبط؟ عند الساعه 11، لان انا حاطط هنا الميترال فالف او البروستيتك ميترال في الاناتومي بتاعي وباصص من الليفت اتريال بروسبكتيف، فهنا هلاقي ان الاورطه هنا وهلاقي ان الديفكت بتاعي عند الساعه 11، فابعت له الداتا كامله. انا عندي بارا فالفولار ليك، البارا فالفولار ليك عامل سيفير ريجرجيتيشن، الديفكت بتاعي عند الساعه 11. اوكي اكسلنت دكتوره هند. اوكي يلا يا شباب. ايه الفيو بتاعي ده وشايف ايه ماشي؟ محمد سامي تلاقيه بيحب الفيو ده قوي يعني، غير اللي رفعوا واتكلموا قبل كده الحقيقه. طيب دكتور أحمد محمد،
دكتور احمد. تفضل يا دكتور احمد. في الغالب عنده مشكله في الصوت دكتور احمد. حضرتك سمعني كده يا فندم؟ اه كده كويس يا دكتور احمد اتفضل. ايه اتفضل. حضرتك انا شايف ايبيكال فور تشامبر فيو، طبعا ده اتيبيكال بوزيشن شويه، عاملين رايحين شويه ناحيه الرايت سايد عشان نكبره، رايت سايد باين كويس، والرايت رايت اتريم ورايت فنتركل، الليفت فنتركل والليفت اتريم شايفينهم كلهم. بتظهر لنا البابلز اول حاجه في الكورونري ساينس، بعد كده بتخش على الرايت اتريم ودايركت على الرايت فنتركل. ده طبعا بيدل ان في عندنا ريزيستنت في سوبيرو فينا كافا، لان ده مش المسار الطبيعي بتاع البابلز. برافو يا دكتور احمد، هو كلام حضرتك صح جدا، برافو عليك، تسلم ايديك. ده عباره عن ترانس ثوراسيك ايكو ماشي ويز اجيتيد سلايد. انا حاين هنا من ناحيتين الاثنين، من الليفت ارم انجكشن والرايت ارم انجكشن. انا عامل بوستيريور انكليشن كده عشان خاطر اوضح الكورونري ساينس. هنلاحظ بقى حاجتين مهمين جدا في الليفت ارم انجكشن. هنا اول ما ظهرت الحقنه ظهرت هنا في الايه، في الكورونري ساينس، وبعد كده راحت لبقيه الرايت سايد. هنا انا حائن في الرايت اتريال انجكشن، رايت ارم قصدي انجكشن، وبرده اول ما حانت بس هنا ما ظهرتش هنا خالص في الايه، في الكورونري ساينس، ده ظهرت هنا، دخلت لي على الرايت اتريوم على طول. يعني معنى كده ان هي جايه عن طريق الرايت سوبير فينا كافا. هنا فعلا بيرزيستنت ليفت سوبير فينا كافا ماشي. عملنا العيانه ديت مالت سلايس سي تي، وطلع فعلا تو سوبير فينا كافا وزاوت كونكتنج فين، يعني كل ليفت الليفت سايد والرايت سايد عامل درين بسوبير فينا كافا لوحده. الليفت سايد عامل درين عن طريق البرزستنت ليفت سوبيرو فينا كافا، والرايت سايد عامل درين عن طريق الرايت سوبيرو فينا كافا. اوكي اكسلنت دكتور احمد. دكتور طاهر، رجاله المركز يشيلوا شيسات لمده شهرين. والله ده هيشيل شيسات طول عمرهم. العيانه ديت ما كناش بكده، رحنا بقى عملنا لها قسطره. شوف القسطره شكلها ايه، حد يقول لي كومنت بقى. ده ده انا عامل فينو جراب. طيب يعني حائن. دكتوره فاطمه الهادي اتفضل. دكتور طاهر، هو ده فينو جرام حضرتك حائن؟ ممكن كده، وانا مش باين الانتري قوي، بس ممكن نكون من عند الكيوبيتال فين. بالظبط. بالظبط. وبعد كده اسندد اسندنج اب، نازل عن طريق الاس في سي على الكورونري ساينس. بالظبط، برافو، اكسلنت دكتوره فاطمه. هو فعلا رايح هنا ورايح لازل على الليفت سوبير فينا كافا اللي احنا شفناه بالاجيتيد سلاين اللي فات، ونازل رايح على الكورونري ساينس، والكورونري ساينس عامل دريند في الرايت اتريوم. اكسلنت. بعد كده بقى قمنا لا ده احنا لازم نجيبه بقى اوضح من كده قوي. ايه رايكم ده؟ يلا، ده انا مغششكم حتى، ده انا بقول له هو نفس العيان، هو العيان نفسه. دكتوره هند اسامه. هو نفس العيان. تمام. هو احنا كده، انا مش متخيله الصراحه، احنا كده فوق سب بوستر. احنا فعلا فعلا سوبر ستيرنال. سوبر ستيرنال يعني. بالظبط. و ده قريب من انا كده، ده كريف فيو دكتور طاهر ولا ايه بالظبط؟ انا مش لا متخيلة. هو فعلا انا شايف هنا الفيو بتاعي هو ده الاستاندنج اورطا والارش والديستاندنج. بالظبط كده، والبرانش. وهنا ده البالمونري والليفت اتريوم. تمام. هنا هو ده فعلا يا دكتوره هند، ده الاورطا الاسندنج، وبعد كده الارش، وبعد كده الديسندنج، وعامل كولر كود. هنا بقى انا حاولت ان انا اجيب الايه، الليفت سوبيرو فينا كافا اللي هو البريزستنت ليفت سوبيرو فينا كافا. فعملت هو بيبقى ماشي جنب
يعني يعتبر جنب الايه ديسندنج ثوراسيك اورتا. فعملت انكليشن شويه كده للبروب بتاعي فواضح يعني عندي بنعمل الليفت انجليشن. الليفت سوبيريور فينا كافا ده اهو نازل هنا اهوت ورايح لغايه لما صب في الكورونري ساينس. يبقى ده طب بقى. الليفت بيرزيستنس سوبيريور فينا كافا اللي احنا قاعدين نتكلم عليه من طول السلايد اللي فاتوا. اوكي اتفضلي يا دكتوره هند. كلير كلير يا دكتور طاهر. اوكي طبعا اللي فاتت دي طبعا الصراحه دي يعني ما تجيش لا لا خالص لا خالص الحاجات دي بتاعت امتحانات دي بس علشان يعني دي للعلم صح طبعا كله للعلم يا دكتور طاهر بس يعني دي مش بتاعت امتحانات خالص. حد بقى يجاوب الحاجات بقى الجديده بقى دي تيجي في الامتحان بقى بيه لان ده كل الشغل بتاع السيد جلال كده على الحاجات دي بقى اللي هم بتوع الانترفينشن بتوع الستراكشر انترفينشن. دكتور احمد منصور هو هنا انتريترال سيبتوم فينستريتد بالظبط. انت هتقول بس يا دكتور احمد الاول ده طبعا ده الار تي ال ماشي انا جايب في اللي هو هنا جايب البايكيفال فيو في الليفت بانل وجايبها هنا 3D ماشي وحاططها في الاناتوميكال فيو او الاناتومي بتاعه الايه انتر انتراسيبتوم. ايه اللي عرفنا في اناتومي الانتر انتراسيبتوم؟ عندي السوبيرو فينا كافا هنا عند الساعه 12 بتاعتي وهنا الانفيرو فينا كافا والكورونر ساينس وادي الانتر انتراسيبتوم. هنا الحته ديت فينستريتد دي بتاعه فوسط اوفاريز بتبقى كانها فعلا في اي اس دي كانت انتكت سيبتوم بس انا جايبها ديت عشان خاطر نعرف الاناتومي بتاع الانتر انتراسيبتوم. هنا السوبيرو فينا كافا يبقى هنا ايه اسمها ايه في دي الحته كلها ديت الايه الانتر انتراسيبتوم الحته ديت بقول عليها السوبيرو فينا كافا ريم. هنا الحته اللي جنبيها هنا البوستيرو ريم هنا الانفيرو فينا كافا ريم هنا الاورطه جنب السوبيرو فينا كافا فهنا بقول هنا ان ديت الاورتيك ريم. اول ما يجي العيان اي اس دي بقوم جايب الايه الانتر انتراسيبتوم وحاططها قدامي كده في المنظر الاناتومي بتاعي ده بالظبط علشان خاطر لما ابعت التقرير بتاعي للانترفينشنست اقول له انا عندي اوستيوم سكندم اي اس دي وعندي الريم الفلانيه كويسه الريم الفلانيه مش كويسه ده في ديفيشنت في الريم الفلانيه ده العيان ده احط له ديفايس ولا لا ولا ابعته سيرجري ولا لا. اوكي اوكي دكتور احمد نيجي بقى اللي انا بقوله اهو ده عيان كان اوستيوم سكند اي اس دي ماشي ادي السوبيرو فينا كافا اهوت الريم بتاعته كويسه جدا مفيش اي مشاكل فيها البوستيرو ريم مفيش اي مشاكل فيها الانفيرو فينا كافا ريم مفيش اي مشاكل فيها هنا الاورطه الاورتيك ريم بتاعتي كانت ديفيشنت اورتيك ريم ماشي هل ده كونترا انديكيتد ولا مش كونترا انديكيتد لان انا اعمل احط ديفايس ولا لا هنا بيقولوا ان ممكن يحط ديفايس لو في ديفيشنت ريم في احط ديفايس. اوكي سامعني كده بيه؟ اتفضل اتفضل يا دكتور طه. يلا حد يجاوب بقى دي كده هو بس محمد زيدان عاوز يهرب من شيل الشيسات فممكن نخليه يتكلم ماشي اوكي ايوه كده خليه يبيل ريق اتفضل يا ابو حميد دكتور محمد سامعني كده يا باشا؟ مسموع يا دكتور محمد اتفضل تمام ترانسوفجيال ايكو ميد اسوفجيال فيو باي كيفال فيو شوينج الانتراتيريال سيبتوم ده انجكتد يعني كونتراست وفي ساين اجتيت ساين وفي شور ساين في اس دي كاندل ساين دي لارج اس دي بالظبط هي دي فعلا يا محمد بتاع نفس العياد اللي ايه اللي احنا شفناه ده كان فيه ديفيشنت ده الاورطه فيه ديفيشنت اورت كريم ماشي وده سوبير بنكابا سوبير بنكابا ريم كانت يعني مور اور ليس افيشنت يعني كويسه هنا بس كان في ديفيشنت اورتيك ريم كانت ديفيشنت
العيان ده يركب ديفايس او ما يركبش بقى دول بتوع الانترفنشنست اليوم. اكسلنت محمد، مفيش سات ليك ما تقلقش. كومنت واضحه كده يا دكتور مصطفى الصوره دي؟ الصوره واضحه. ممكن هو زيدان برضو ستيل رافع دي؟ لا لا بلاش زيدان بقى، هو ده كان واقف اصلا انا بعمل. خلاص يبقى الدكتور عبد الله مجدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. طيب واضح ان في مشكله في الصوت عند عبد الله. دكتور احمد ربيع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام وبركاته. ده ترانز اسفجيال ايكو شونج الباي كيبل فيو في اجتيت السرايد محقون في الرايت اتريوم، وفي في بعض البابلز راح الليفت اتريوم، ففي بيتا فورمين اوفال. اكسلنت دكتور احمد، فعلا ده بيتا فورمين اوفال وفي انتر اتريال سيبتا الانيوريزم. اوكي ادي التراك اهوت بتاع البي اف او، ماشي تراك اهوت بعد ما حقنت السلاين هنا الاجيتيد سلاين ظهر بعد 3 بيتس اكتر من كذا بابل، اكتر من 10 بابل لو عدينا هتلاقي ممكن اكتر من 100 حتى كمان، ماشي. وده فعلا ده للدايجنوزز بتاعه البي اف او. هنا هيجي سؤال بقى، لو جات لنا دي في الامتحان هتقول لي وات از ذا دينجرس بي اف او، ايه البي اف او اللي انا خاف منها، ماشي، وايه البي اف او اللي تروح اجري اقول للانترفنشنست لا اقفلها لي. رقم واحد لو كان في باست هيستوري اوف كريبتوجينيك ستروك، رقم اثنين لو اسوشيتد بالانتر اتريال سيبتال انيوريزم، رقم ثلاثة لو معاه لونج وستيكن فالف، رقم أربعة لو التراك اللي احنا شفناه ده لونج، رقم خمسة لو فيها بيزل اصلا اوريدي هاز بيزل رايت تو ليفت شنت، ماشي. ديت الدينجرس بي اف او، واللي اقلق منها قوي لان خايف لا يحصل كريبتوجينيك ستروك فيها بالظبط. اوكي ايه رايكم في العيان ده؟ ليه كده؟ دكتور مصطفى الصورة واضحة؟ الصورة واضحة، ودكتور أحمد محمد ودكتورة فاطمة، يعني خلي نسمع الدكتور أحمد. مسموع يا دكتور أحمد، اتفضل. اتفضل يا حبيبي. طبعا ده ترانسس جيل فيو جايب باي كيبل فيو باصين على السوبر وبين الكعبة، وفي 3D مبين ان في ديفكت جنب السوبيرو فينا كافا، فده ساينس كافينوزس. مش عارف افتكر الاسم بالظبط، ده نوع من انواع الـ ASD. هو بس يا دكتور احمد هو فين بالظبط، هي فين الـ ASD اللي هنا اللي انت حضرتك شايفها؟ الحضرتك قايسها تحت ديت؟ ديت ASD، ماشي اوكي. طيب ايه ده؟ ايه ده كله؟ ده ايه ده كله وانا مشاور عليه هنا؟ ده ايه ده كله؟ ده تيشو او تيومر ضغط على السوبر فينا كافا. هو السوبر فينا كافا اهو لوحده السوبر فينا كافا كويس جدا، وده الانفيرو فينا كافا كويس برضو جدا، انا بص عليه من فوق ماشي. انما ده انتر سيبتال انيوريزم في الدي برضو اوضح شويه. ده يا دكتور احمد ده انيوريزم، انيوريزم دايليتيشن للانتر انترسيبتوم بال2 دي وال3 دي، ماشي. الانيوريزم ده فيه هنا ديفكت، الديفكت ده انا قايسه هنا كده اي اس دي حاجه بسيطه، بس انا جايبه علشان خاطر اوضح الانيوريزم اللي هو موجود ده، ماشي. والانيوريزم اللي موجود ده انا بقيسه اول حاجه يعني ايه ترو انيوريزم في الانتر انترسيبتوم، ده لازم تكون عارف
ان هو بيبقى اكتر من 1 سنتي. الانوريزم لازم تطمن ان هو ما فيهوش في ديفكت ولا لا، في ثرومبس عليه ولا لا، عليه فلو ولا لا. ماشي تمام. ادي الانوريزم اهو موجود، هقيس الطول بتاعه او الهايت بتاعه ماشي، واقيس الايه هو قد ايه بالظبط. ماشي اوكي، يبقى ده انتر اتريال سيبتال انوريزم وفيه اس دي. هو في طاير في صوره موفي للي فات معايا بيه، بس هي الصراحه مش موجوده دلوقتي. بس ده دول فيكسد تري، بس هو لو موفيز لازم يعني لو ذكر انواع الانوريزم ايه. لو هي موفي كان هيقول التايب بتاع الانوريزم. الو معاك يا ترى محسن، سامعني؟ سامعك وسامعك. انا بقول لك لو 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 هو موفي لازم يذكر نوع الانوريزم ايه. أوكي. ده لو تشاور على الانوريزم كاستراكشر وقال لك وات ثانيه. ايوه اوكي ماشي بيه. طيب اللي بعد كده هندخل بقى في السبيكل تراكنج، وده طبعا اللي هو البولز اي بتاعت اللونجيتودينال سترين. ويعني ايه السبيكل تراكنج ده؟ ماشي، ده بيأسس الجلوبال والريجيونال فانكشن بتاعه كل سيجمنت من الليفت فينتريكل. ماشي، النورمال الطبيعي ان بيحصل كونتراكشن في كل بارت او كل سيجمنت اكتر من 20% من الاوريجينال لينس بتاعها. ماشي، بترمز ليها هنا ان احنا بيجي في السبيكل تراكنج واخد اللونجيتودينال سترين بتاعه، هلاقي ان النورمال بتاعي لازم تكون كل سيجمنت ماينس 19 او اكتر، او اكتر بعد ماينس 20 او 21 وكده يعني. ماشي، فالبولز اي بتاعه اللونجيتودينال سترين ده بترمز الى الريجيونال والجلوبال فانكشن. هنا الافريج بتاعي طالع كام؟ طالع هنا ماينس 20، وده نورمال. ماشي، طيب لما نيجي بقى نشوف الحاجات دي، ده كومنت اند وات از ذا ايتيولوجي اوف ميتال ريجريشن. انا جايب لك الصوره هنا لبارسترنال لونج اكس، بارسترنال لونج اكسس فيو، وجايب قصادها البولز اي بتاع السيستوليك بيك سيستوليك سترين. دكتور وليد، سامي وليد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو اسكيميك ميترال جيج، هو بارسترنال لونج اكسس فيو شوينج اكاينيتيك بوستيرور ليفلت. اكاينيتيك ال الميترال ريجرج سيفير. هو فعلا هو اسكيميك ميترال ريجرجيتيشن فعلا. ايه اللي عرفني ان هو اسكيميك ميترال ريجرجيتيشن؟ لما جيت بصيت للبيك سيستوليك سترين هنا، لقيت سيجمنت بتاعت السيبتم البيزل سيبتم والبيزل انفيرور والبيزل بوستيرور طالعه كلها سب نورمال. ماشي، قليله خالص. ماشي، في ريجوناليتي، في هايبوكاينيزيا في الحته دي، الحته ديت هي اللي عملت لي الميترال ريجرجيتيشن. لما جيت اشوف، لو جيت شفت بقى نفس العيان هو هواه، بس جبت تو تشامبر فيو، شايف البيزل انفيرور شكله ايه؟ البيزل انفيرور والميد انفيرور افكتد، وعندي كمان رابشر ريكوردي، هي عامله لي سيفير، عامله لي هنا نيرلي فليل ليفلت، فليل بوستيرور ليفلت، وعامله لي سيفير ميترال ريجرجيتيشن. من البيك سيستوليك سترين نفسه من البولز اي، انا هقول ده في ده جود اسسمنت للهايبوكاينيتك سيجمنت. ممكن اصلا تقول لي الايتيولوجي بتاع الميتر ريجرجيتيشن وانس ان انا بصيت للايه للبولز اي بتاعه البيك سيستوليك سترين. اوكي دكتور محمد، ده حاجه يعني بتيجي على طول في البورد، حد يقول لي كومنت. ده في كل امتحان بورد هتلاقيها كده على طول، هتلاقي الصوره دي. دكتوره هند اسامه، unmute yourself يا دكتوره هند. Transthoracic echo semi loop 2D showing RV RA lift LV lift atrium mitral and tricuspid valve.
اللي في كافيتي شوينج هايبرتروفي سيمتريكال هايبرتروفي بس مين اللي افكتنج ذا انتر فنتريكولار سيبتوم الاذر بورت بولز اي showing mean affection of the basal segment with mid and apical sparing maybe amyloidosis. برافو دكتور هند، صح فعلا. once ان انت لقيت في البولز اي بتاعت البيكس ستوريك سترين بريزيرفد ابيكس ماشي ده وان يعني انتل بول ده امايلويد سي ام ار بالظبط ده امايلويدوز فعلا، وده حاجه مشهوره جدا وحاجه سبيسيفيك جدا للامايلويد في وده من اهم اهميه الايه السبيكل تراكنج في العيانين دول بالظبط. اوعى حد يجي يقول لي ازاي امايلويد وعندك هنا الهاي فولتج اي سي جي، ده مش هاي فولتج اي سي جي بتاع العيان، هاي فولتج اي سي جي بتاع الجهاز نفسه ماشي. اصل واحد قالها لي يا دكتور مصطفى قال لي انت ازاي تقول لي على ديت ان هي امايلويد وانت عندك هاي فولتج اي سي جي، قلت له لا يا حبيبي ده انا اللي مزود الجيم بتاع الاي سي جي نفسه. هو الحقيقه دكتور محمد هو واضح ان عنده مشكله في المايك، لكن الحقيقه كل اجاباته على الشات تقريبا كلها صح، فبرضه يعني احقاقا للحق علشان يحس ان هو كل اجاباته احنا بنشوفها. هو ما اعرفش ما بيرفعش ايديه ليه، لكن في الشات كاتب كل الاجابات او معظمها كانت صحيحه. اوكي دكتور محمد سامي بيحب الحاجات دي بقى. هو واضح ان دكتور محمد بيحبها بس محدش راضي يرفع ايديه خالص. طيب محمد زيدان، دكتور طه بيغششهم، ما دام بحبها يبقى حاجه ليها علاقه بالسينكروني اكيد. دكتور محمد زيدان. ايوه يا شمع حضرتك اتفضل. الو اتفضل يا حبيبي. ده يعني تراي بلين على ال في شوينج التايم تو بيك او التشو دوبلر، بنشوف التايم من الاورتيك فالف كلوزر كل سيجمنت في ال في كونتراكشن بتاعها بعده قد ايه ملي سكندز، ودي بتفيدنا جدا في الديسينكرو. بالظبط ده عيان فعلا، ده احنا مستخدمين ال 3 دي تكنولوجي علشان اشوف سينكرونايزيشن ستادي بتاعتي ماشي. جبت كل الليفت فنتريكولار سيجمنت بتكونتراكت في وان سايكل ماشي، واشوف هل في سيمتري ما بينهم ولا لا، ازاي اعرف ان هم سيمتريكال كلهم بيكونتراكت وما فيش ديسينكرو فيهم، كلهم بياخدوا نفس اللون في نفس الوقت ماشي. فده موستلي ان العيان ده سينكرونايز ما فيش اي ديسينكرو خالص ماشي. زدان انت تيجي في لسته احباب الرحمن يوم الاربعاء. دكتور طاهر انت يعني فاضل لحضرتك 5 دقائق ودي اخر سلايد يا بي والله. طب شفت بقى قلبي حاسس. يلا يا شباب الدكتور محمد هيقول لنا هيحط الواير بتاعه فين هنا. لا يا دكتوره فاطمه بقى يعني اتفضلي يا دكتوره فاطمه. دكتورة فاطمة دي بولز اي بالظبط تايم تو بيك سبيكل تراكينج شوينج ديليت اكتيفيشنز اوف ذا انتيريور لاترال اند بوستيريور بيزل سيجمنت. بالظبط هو ده فعلا. نعم. بولز اي بتاع تايم تو بيك لونجيتودينال سترين. دكتور مصطفى احنا سامعينك يا دكتوره فاطمة. هي دكتورة فاطمة هو ده فعلا بولز اي للتايم تو بيك ماشي. جبنا كل البيكس او كل السيجمنت وشفنا الارقام بتاعتها اللي هو التايم تو بيك لونجيتودينال سترين، لقينا في ديليد اكتيفيشن للبيزل انتروسيبتال والبيزل انتيرور والبيزل لاترال. العيان ده فعلا كان عنده ميد سيجمنت ال اي دي ليجن وكانت عامله الريجوناليتي دي وكان في هايبوكاينيزيا وديسينكوري في السيجمنتس دي. دكتور احمد منصور كان كاتب في الشات يا دكتور طاهر ان العيان ده ليفت باندل برانش بلوك. لا ده يا بي ما كانش ليفت باندل ولا حاجه. اوكي ثانك يو بي ما فيش سي ار تي. ما فيش سي ار تي ما تقلقش.
بس انا كنت اسال حضرتك على حاجه فيها دكتور طاهر لو ممكن فضل. نرجع فيه بس يعني انا ملاحظ ان الميد انتروسيبتوم كانت تايم تو بيك 342 الميد بوستروسيبتوم ميد بوستيريور 413 all of sudden البيزل 526 في الانتروسيبتوم البيزل في البوستيريور 342 طبعا هو الابيكس الاول بعد كده بركنجي اكتيفيشن لو العيان عنده كوندكشن ديلي طبيعي ان هو يحصل okay. الفكره الترانزيشن الغريب لما يحصل بالشكل ده هل اعيد ولا ليه تفسير عيدته فعلا عيدته انا عيدته كذا مره وكان الحاجه التفسير الوحيد يا محمد اللي فيه ان كان فيه السيجمنت ديت هايبر تروفايد عن بقيه السيجمنت ماشي بس العيان ده فعلا كان نون ان هو سكيميك وكان فيه ال اي دي ليجن بس هو فعلا زي ما انت بتقول كده مره واحده اول صادن ان هو البيزل سيجمنت بس اللي يجي فيها الحاجات ديت لازم تعيد الايه تعيد الاتاتشمنت وتاخد فيو كويس وتاخد 2 دي كويس عشان خاطر تشوف السبيكل بتاعك والتايم تو بيك بتاعك كويس فعلا هو ده اللي احنا عملناه فعلا بس هو زي ما بقول لك كده دكتور طاهر طبعا يعني شكرا جزيلا فور all of this fantastic slides الحقيقة يعني كورس مهم جدا هتخلينا الحقيقة نروح نحضر في المركز الإسلامي معاك والله يا بما في حد نصفنا هوت من اللي بيحضر الكورس ما فيش ولا واحد حكيه برفع عشان أجاوب أحسن من كده الحقيقة أو نستضيف الكورس دكتور مصطفى هنا نعم أو نستضيف الكورس هنا طبعا بس فيزيكال برضو الواحد يعني يستمتع بلقاء الدكتور طاهر الحقيقه يبي الله يخليك يا بس يستمتع بالانترفينشن احسن يا بيه الواحد يرجع يتعلم الايكو برضو يا طاهر يعني واضح ان الحاجات دي حاجات كتير اتمنى بس من ربنا ان انا اكون فولفيل كل الايتيمز ومعظم الايتيمز طبعا واتمنى من ربنا ان الامتحان يجي قريب من كده ما يكونش في حاجات مستخبيه للامتحان لا الامتحان اسهل من كده ان شاء الله ان شاء الله تبقى الامور احسن ان شاء الله تبقى الامور احسن من كده ان شاء الله باذن الله لكن هي الفكره كلها الاستفاده مش في الامتحان هو المفروض ان الامتحان ده يعني استفاده للبراكتس ما لهاش دعوه بالدرجات نفسها يعني الفكره مش قصه ان هو هياخد درجه عاليه ولا قليله هي الفكره كلها ان هو بيتحضر لحاجه هي الامتحان الحقيقي تقريبا يعني ايوه ايوه الله تعرف لا بتعرف بعدين يا دكتور عبد المحسن ان اي معلومه بياخدها وهو لسه سنه صغير دي اللي بتفضل معاه طول العمر وانك كل ما بتكبر كل ما بيبقى صعب عليك قوي انك انت تتعلم بيزكس انت ما خدتهوش فالنصيحه الحقيقه انك انت ما بتتعلمش للامتحان انت بتتعلم البيزكس لنفسك علشان بعد كده تبقى دكتور كويس تعرف تشخص كويس الحقيقه دكتور طاهر طبعا من الناس اللي بتجمع بين العلم في شتى فروع الكارديولوجي الحقيقه يعني نون انفيزيف ان انفيزيف كارديولوجي بجانب طبعا الاخلاق الشديده فيعني نعتز بتواجده معانا باستمرار وشكرا جزيلا للتو سيشنز الرائعين دول يا دكتور طاهر انا هسيب اخي وصديقي دكتور عبد المحسن مصطفى يقدم يعني النجم مش النجم الصاعد بقى النجم المتوهج محمد سامي يعني هو بصراحه يعني هو سامي لا يتخيل عن طاهر في الاخلاق وفي العلم وفي كل حاجه وان كان يعني سامي خد جنب لوحده في ان هو يعني زود على ده كله شغله في الالكتروفيسيولوجي اللي تقريبا كلنا يعني هو يعني هما الاثنين ريفرنس لينا في حاجات كتير قوي محمد سامي اعتقد ان هو يعني من الاخلاق الرفيعه او العاليه في الاسم اللي هو يشار اليه بمنان بلس ان هو يعني هما الاثنين يعني لا تخيروا في العلم يعني محمد من الناس الكونسايزد اللي مرتبه دماغها كويس اللي بريزنتابل كويس اللي اعتقد ان شاء الله رب العالمين هيدينا يعني وجبه دسمه في صوره خفيفه يعني ان شاء الله ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يعني جزيل الشكر لحضرتك دكتور محسن انا ما استحقش ولا حتى ربع الكلام ده طبعا دكتور مصطفى مقرب استاذي واخويا الكبير دكتور طاهر اللي انا بقول له دايما انت كنت سبب ان انا اخش كارديولوجي من الاصل وهو بعد الوجبه الدسمه بتاع الدكتور طاهر صعب جدا حد ياخد وجبه دسمه تاني هيصابوا بتخمه فاحنا الوجبه بتاعتنا هتكون خفيفه جدا احنا بس يعني هنعمل ريفريشمنت وازاي نفكر في الاي سي جي لما يجي لنا
الو اتفضل حضرتك سامعني؟ انا سامعينك يا فندم. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، احنا في البدايه بس عايزين نرتب السؤال هيجي ازاي. لو السؤال كومنت اند وات ذا موست، يبقى احنا هنعمل فول كومنت على الاي سي جي زي ما احنا متعودين. دكتور محمد الصوت بعد اذنك تعليه. ايه كده الصوت مسموع كويس كده احسن يا دكتور. لو السؤال هيكون comment and appropriate diagnosis، يبقى احنا هنعمل full comment على الـ ECG زي ما احنا متعودين، بنوصف اللي احنا شايفينه، ما نقولش ان في معلومة بديهية فمش منطقة ان احنا نقولها، لا نقول البديهي 12 leads ECG يبقى يتكتب ان ده 12 leads ECG، لو long strip تكتب ان هي long strip. دي اول نقطة. النقطة الثانية ان احنا دايما في الاي سي جي ما نفرحش بدايجنوزس واحد، يعني عيان جايب انفير ام اي وانا شخص انفير وول ستيمي كويس جدا، لازم افكر ايه اللي اسوشيتد مع الانفير وول ستيمي. ممكن يكون العيان عنده هارت بلوك، عيان عنده رايت باوند برانش بلوك، طبيعي جدا ان انا افكر في ايه اللي اسوشيت مع رايت باوند برانش بلوك. هل هو عنده باي فاسيكولار بلوك؟ هل مع فيرست ديجري هارت بلوك مع الرايت باند برانش بلوك؟ يبقى انا دايما مش هفرح بان انا عيني تلقط حاجه اكتبها وبس، لازم افكر في بقيه الحاجات اللي بتيجي معاها. احنا بنفكر بمنطقيه شديده جدا، رسم القلب لما بيجي او لما بشوفه، هل هو ناحيه تاكي كارديا ولا برادي كارديا ولا في النورمال هارت ريت؟ تاني حاجه ايا كان هو في انهي كاتيجوري، ريجولر ولا الريجولر؟ طيب لما الاقي ان هو ريجولر، هل هو ساينس ولا نون ساينس ريذم؟ مش شرط ان انا لقيت بي ويف يبقى ده ساينس طبعا. بعد كده باخدها ابروتش، انا خلاص شفت البي ويف، البي ار انترفال، كيو ار اس كومبلكس مورفولوجي، الاس تي والكيو تي انترفال اللي احنا بننساها كتير جدا، يعني لازم اعلق عليها، ولو في التي بي او البي ار سيجمنت في حاجه انا ممكن اشوفها هبدا اتكلم عليها. يعني احنا هنبدا بالسهل ومش غريب ان ممكن يجي تريس بنورمال اي سي جي. انا لما اعمل كومنت عليه ده 12 ليدز اي سي جي، الستاندرديزيشن مش واضح عندي سواء كان الفيلوسيتي او الفولتج، هلاقي ان في اتش بي فولد بكيو ار اس كومبلكس، الار ويف بروجريشن في البريكورديال ليدز نورمال، الكيو تي انترفال وذ نورمال، والاس تي سيجمنت انتي ويف ما فهمش ابنورمالتي، يبقى ده with the normal ECG، لكن انا هوصف ليه انا قلت عليه with the normal. مش عارف يا دكتور مصطفى هل حضرتك تحب نعرض التريسز والناس تعمل كومنت عليها ولا نعرض التريسز بسرعه؟ لا الناس تقول كومنتس عليها على قد ما يقدروا. الو دكتور سامي احنا سامعينك، سامعني؟ طيب احنا لو حد حابب يعلق على التريس ده. الناس تعلق على التريسر. سمح. طيب دكتور احمد منصور. 12 lead ECG الاكسس نورمال هارت ريت اباوت 90. البي ويف هنا انفرتد في ليد 2 ف جانكشنال ريزم او لو اتريال ريزم. ممتاز بالظبط يا دكتور احمد، احنا عندنا البي ويف انفرتد في الانفيريور، وطبعا انا عندي لو البي ويف انفرتد في الانفيريور ايذر يكون العين عنده اكستروكارديا او مال بوزيشن ديت او اللي يكون له اتريال اكتوبيك. دكتور محمد الصوت بس مش واضح. شورت الار ويف بروجريشن في البريكورديال ليدز وذ نورمال يبقى انلايكلي. طب ثانيه واحده يا دكتور مصطفى بس عشان انا الشبكه عندي ضعيفه شويه فبروح حته فيها شويه. مش عارف كده الصوت احسن كده؟ احسن بكتير. الو
سامعينك يا دكتور محمد. يبقى تاني زي ما قلنا شورت بي ار انترفال والار ويف بروجريشن في البريكورديال ليدز وذ النورمال. يبقى ده ماشي مع ان هو لو اتريال اكتوبك ريزم او جا. السلايد اللي بعد كده مين يحب يعلق يا شباب؟ يعني دي جزء من اللي احنا بنشوفه في الديلي براكتس. احنا يعني الحقيقه الدكتور عبد الرحمن متولي ما سمعناش صوته النهارده خالص. طيب دكتوره فاطمه. دكتوره فاطمه اتفضلي. سامعينك يا دكتور. الو دكتور محمد، هو احنا هنقول ان هو ريجولر. ايه انا مش شايفه البي قوي، بس احنا في ليفت اكسس ليفت انتيرير هيم بلوك مع رايت باندل، يعني نقدر نقول عليه ان احنا باي فاسيكولر بلوك. ايه تمام. طيب احنا بس هنلاحظ في التريس ان في حاجه، احنا بادئين بوايت كيور اس كومبلكس وبعد كده بقى نرو، صح يا دكتوره فاطمه؟ اه تمام. اخر الاي سي جي كويس. وفي البدايه ده انترميتو. احنا في البدايه انت بتشوف الفنتريكولار ريت اعلى ولا الاتريال ريت لو انت قادره تشوفي بي ويف؟ تمام. لو هتلاحظي ان في بي ويف بتظهر ساعات ممكن في الكومبلكس ساعات مش بتبان خالص الثالث. بس برولونج في في اي ديسوشيشن، وفي عندي وايت كيو ار اس كومبلكس وبعد كده اتحول لنارو كيو ار اس كومبلكس، والنارو كيو ار اس كومبلكس بدا في بي ويف ما كانتش فولد بكيو ار اس وبعد كده بقت بي ويف فولد في كيو ار اس كومبلكس، فدوت ايديو فنتريكولار ريزم اكسلريتد ايديو فنتريكولار ريزم وبعد كده ترانسميتد لساينس ريزم. يبقى انا دايما لما بلاقي ان في في اي ديسوشيشن، في اي ديسوشيشن مش هتحصل الا في عيان عنده كومبليت هارت بلوك، او ان عيان يكون عنده فنتريكولار اريثميا او ترانسبلانتد هارت. انا حسب شايف مين اسرع، اتريال ريت اسرع من الفنتريكولار ريت يبقى هارت بلوك، فنتريكولار ريت اسرع هتبقى فنتريكولار اريثميا سواء في تاك او اكسلريتد ايديو فنتريكولار ريزم. طيب السلايد اللي بعد كده دكتور عزيز. طيب دكتور عزيز يعني unmute yourself دكتور عزيز. اوكي دكتور احمد ربيع. 12 lead. اتفضل يا دكتور احمد. 12 ليد اي سي جي، في وفي لونج ستريب موجود تحت ويز لونج ستريب، نو بي ويفز ابير ان ذا لونج ستريب. انا شايف نارو كيو ار اس كومبلكس ريجولار ريجولار ريزم نارو كومبلكس. الهارت ريت تقريبا كام؟ الهارت ريت تقريبا احنا بنتكلم في الاربعينات. اربعينات بالظبط. نودر ريزم نودر ريزم بالظبط. يبقى دوت نودر ريزم. وزي ما قلنا دايما يعني احنا لما بنقول نودر ريزم بنقول احنا ايه اللي وصلنا ان في نودر ريزم. انت لو هتلاحظ الكيو ار اس كومبلكس في ليد 2 هتلاقي في التيرمينال ديفليكشن في ديفليكشن في اخر الكيو ار اس كومبلكس، هي دي البي ويف بتاعت النودر ريزم، صح؟ لان ممكن يكون العيان اي اف وذ كومبليت هارت بلوك ويكون فاين اي اف بحيث ان انت ما تشوفش فايبريلاتوري ويفز، وهتلاقي كيو ار اس كومبلكس ريجولر وعلى البرادي كارديك سايد.
طيب الاي سي جي اللي بعد كده ده الحقيقه ستريت فورورد. ما هو دايما الستريت فورورد ما بتجاوبش يا دكتور. لانه بيقول معقول يكون قصدين ده فورمال اي سي جي اللي جه مره في الامتحان ولا واحد جاوبه صح. اكيد. والنورمال اكس راي اللي نزلت من سنتين ولا واحد جاوبه صح. لا انا بيبقى مش متخيل يعني بيقول اكيد فيها ان وانا مش شايفها. النورمال اي سي النورمال اكس راي كنا جايبينها لطلبه دكتوراه ولا واحد جاوب اجابه صح. طيب قور عبد الرحمن علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. 12LCG شونج رايت باندل. طيب يعني احنا لو هنكتب بقى فول كومنت هنقول ان احنا على الاكسس هنتكلم عن الهارت ريت ان هو about 120 الQRS width حوالي 120 ملي سكند او 110 ملي سكند وهنلاقي ان فيه RSR داش باترن في V1 سليرد S في ال V5 و6 1 and EVL الأكسس نورمال يبقى ده suggesting sinus tachycardia with right bundle branch block. يعني كلمة sinus tachycardia هي حاجة بسيطة جدا ان احنا نقولها يعني وزي ما بقولك ممكن حاجات انت شايف ان هي سهلة وبديهية فتنسى انك تكتبها في الكومنت. اوكي شكرا جزيلا. التريس اللي بعد كده. طيب معلش دكتور عبد الرحمن ممكن لو حبيت تجاوب السلايد دي تاني. السلايد اللي فاتت. لا السلايد اللي قدام حضرتك دلوقتي. تمام حاضر. دي ليفت باندل بس هنقول بقى 12 بليد سي جي نورمال ساينس قصدي نورمال هارت ريت وذ تكتب الافرج هارت ريت لو قدرت انك تحسبه افرج افرج هارت ريت وذ كومبليت ليفت باندل عشان الكومبلكس اي ثينك ليس ذان 120 يعني هو اكتر من كده بس برضو هي نفس النقطه اللي احنا بناكد عليها دايما يا دكتور احمد ان احنا ما نفرحش ان احنا وصلنا للدايجنوزس. طيب بص على البي ار انترفال هنا قد ايه. يس فيرست ديجري هارت بلوك فيرست ديجري. احنا احنا بنمشي ابروتش يعني هل هي ساينس ولا نون ساينس البي ار انترفال بعد كده كيو ار اس مورفولوجي الاس تي تي اند كيو تي. فاحنا عندنا هنا فيرست ديجري هارت بلوك مع ليفت باندل برانش بلوك. اللي بعد كده. طيب دكتور عبد الله مجدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عبد الله؟ الحمد لله يا أستاذ محمد. ازي حضراتكم جميعا؟ بخير يا الحمد لله يا فندم. This is 12 lead surface ECG with long strip تمام. showing normal sinus P wave. There is as regard QRS complex there is poor R I think there is poor R progression with left anterior fascicular block. بالضبط. يعني احنا عندنا في ليفت اكسس ديفيشن هو مفترض عشان شخص ديفيشن يس او عشان شخص ليفت انتير فاسيكولار بلوك بيكون فيه كيو ويف في 1 اند اف ال سمول كيو ويف وسمول ار ويف في الانفيرو ليدز. الكيو ار اس ديوريشن مفترض يكون برولونجد مش اكسيدنج 120 ملي سكند والاكسس بيكون اقل من ماينس 45 ديجري. طيب التريس اللي بعد كده برضه دي سيمبل جدا. ما تفكروش في العقد يا اخوان. دكتوره عزه اتفضلي يا دكتوره عزه. حضرتك سامعني؟ سامعين سيادتك. تمام. ده 12 lead surface ECG with long strip showing patient sinus rhythm average heart rate about 75 patient normal axis. There is first degree heart block BR interval
more than 200 milliseconds. Otherwise, أنا شايف حاجة تانية. ممتاز، هو ما فيهاش أكتر من كده. دكتورة فاطمة عمر جاوبت نفس الإجابة يا دكتور محمد. ممتاز. البعد كده. طيب دكتورة فاطمة الهادي. اتفضلي دكتورة فاطمة. دكتورة فاطمة. طيب دكتورة عزة. طيب ده حضرتك 12 lead ACG. أنا شايفة إن العيان sinus rhythm ومعايا right morphology of right bundle branch block ال complex about 120 مع left posterior fascicular block. فاحنا بنتكلم في باي fascicular block. ممتاز ممتاز. والموستلي إن right bundle تكون associated مع left posterior fascicular block أكتر من left anterior fascicular block. الكلاسيك بقى. دكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن متولي. دكتور عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. A 12 leads ETG of average heart rate and I think the standardization was in normal. ثواني بس عشان حصل زوم. دكتور محمد. دكتور محمد ثاني. اوكي انا كنت بزوم من عند حضرتك ولا من عندي؟ لا لا من, من عندنا يا عبد الرحمن. كيل عبد الرحمن. تمام. اوف نورمال ستاندردايزيشن افريج هارت ريت اند ساينس ريزم نارو كيورس كومبلكس with ST segment elevation from V1 up to V4 and 1 and AVL with reciprocal ST depression at 2-3 AVF inferior pericardial leads, most probably anterior antroceptal STEMI, anterolateral STEMI. تمام. هو بس يعني النقطه يا عبد الرحمن ان احنا الهارت بتاعنا بريتي كارديك سايت شويه وده مش اكسبكتد قوي ان هو يحصل مع عيان يكون انتيرير ام اي انليس ان هو يكون عنده اريثميا ثانيه حصلت. تمام. الابروتش بتاعنا احنا دايما بنفكر في الموضوع على بعضه فهو حته ان هي ساينس ريزم الحقيقه هي مش اكيده قوي لان انا ببص برضه شورت بي ار انترفال يا دكتور محمد. بالظبط. فهي نود الريزم مع اكستنسيف انتيرير او انتيلاترال وول ستيمي. وبرضو يعني احنا ناكد قوي على النقطه دي ما تخليش حاجه واحده تاخد عينك لما تبص على الاي سي جي. امشي سيستماتيك علشان ما تتوهش فيه. طيب الاي سي جي اللي بعد كده محمد وعبد الرحمن كان بيتكلم عن نورمال ستاندرايزيشن. هو ما فيش ايفيدنس اعتقد في الاي سي جي يقول ان في نورمال ستاندرايزيشن ولا هاف ولا دبل ستاندر. لا ما فيش. فلو اتقال عليها دي غلط يا محمد رحمن ان ما عندكش ايفيدنس للكلام انت بتقوله. طيب نيكست سلايد دكتور عبد الله مجدي. This is 12 lead surface ECG showing short PR. I think short PR interval with diffuse mild ST elevation in V2-3 up to 6 with BR elevation in EVR nucleosine and most probably pericarditis. تمام دكتور عبد الله. هي بريكاردس او براين ايرلي ريجولاريزيشن باترن انت الحقيقه مش هتعرف تفرق ما بينهم قوي الا بالكلينيكال سيناريو. البي ار سيجمنت هنا ممكن انا مش شايف ان هي اليفيتد قوي الحقيقه في اي في ار. يعني أنا شايف على نفس اللاين بتاع الـ TB segment. فهي يعني ممكن تكتب benign early regularization. شاكك إن هي في الدفنشن ديجنوز بتاعها بريكارديتس طبعا ممكن يتكتب. هي مش واخدة باترن ملوش علاقة بعض الحقيقة. هي واخدة من V3 لV6
فهي ماشية أكتر بنان إيرلي ريبوريزيشن. ال بعد كده دي من التريسز المشهورة جدا على فكرة. هو من الواضح يا دكتور محمد احنا كل ما بننزل للبيزكس عدد الناس بيقل. يعني الاكس راي ما كانش حد بيتكلم، الاي سي جي يعني نوعا ما. بس ده احنا جايبين السهل. الايكو كويس جدا، الانترفينشن هتلاقيه القسطره كويس جدا. بس دي فعلا في على فكره هو ده في الامتحان برضو نفس الكلام بالظبط كده. بنلاقي الناس في الاكس راي تقريبا مش كاتبه حاجه، في الاي سي جي نص نص، الايكو احسن شويه، القسطره كويسين جدا. طيب حد حابب يعلق على السلايد؟ دكتور او دكتور عفت كمال. ازيك دكتور عفت، عامل ايه؟ دكتور عفت ان ميوت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. This is a service 12 lead services normal sinus risk وريد برادي شويه. The QRS complex is a normal duration. في طبعا LVH وفي Qs في lateral leads وinverted B في ال V1 و2. ده ممكن ماشي مع ال TCM. طيب ال terminal في كمان وفي كمان wave هنا بتاعت ال الإبسلون ويف في التيرمينال كيورس كومبلكس. الإبسلون ويف بتكون إبسلون ويف هتكون في الرايت ليدز أكتر، لكن دي في لاترال ليدز. أوكي. في الجي ويف اللي هي الأوسبورن ويف اللي ممكن تكون موجودة في الهايبوثيرميا، ممكن نشوفها في البناين إيرلي ريبولاريزيشن باتر. النقطة الثانية الكيو تي انترفال، أنت إيه رأيك فيها برضو؟ احنا حسبناها لان هي طويله، فلما يحصل برولونجيشن كيو تي انترفال توجذر مع اوسكار. ايه دكتور محمد؟ دكتور محمد سامي. ايوه محمد سامي. يعني يعني هم يجمعوا بعض، بس لما يكون في برادكارديا تبقى الابسلون ويف دي مش الابسلون. قصدك اوسبورن ويف؟ اوسبورن ويف لو جي ويف هايبوثيرميا. بالظبط. فاحنا بنتكلم على الحاله دي Osborne wave mostly hypothermia لان احنا معنا prolongation QT interval، وهي Osborne wave مش بتشخص الهايبوثيرميا بس، لا ليها differential diagnosis زي ما احنا قلنا. طيب اللي بعد كده دكتور احمد منصور. بوليد اس جي narrow complex tachycardia, heart rate about 180, absent B wave, most probably AV naught. طيب هو وايد ولا narrow QRS complex اولا؟ narrow complex. narrow complex. طب ايه رايك كده يا دكتور احمد؟ لا وايد complex. وايد كومبلكس. فانا لو هقول اي في ان ار تي هقول with conduction ابريشن. دي نقطه. النقطه الثانيه يعني معلش خلينا نركز كده شويه في الاي سي جي، هتلاقي ان التيرمينال ديفليكشن بتاع الكي ار اس كومبلكس مش دايما ذا سيم. هتلاقي فيه هنا ديفليكشن واضح في الحته اللي نعمل عليها زوم، وهنا في ديفليكشن مش موجود في البيت اللي بعدها ولا في البيت اللي قبلها. فهتلاقي ان في كيو ار اس كومبلكس فولود ببي ويف وفي لا، ولما بتبقى فولود بالبي ويف مش دايما بالسيم انترفال. ساعات البي بتيجي في بدايه التي وساعات بتيجي في التيرمينال ديفليكشن بتاع التي زي اللي انا عامل عليها زوم دي. فهنا في وايت كيو ار اس كومبلكس تاكي كارديا انت مش قادر تشوف ان في اي ديسوسيشن، هيبقى فور ديفرنشال دايجنوزس ايذر في تك او سوبرا فنتريكولار اريثميا وذ كوندكشن ابريشن او بري اكسايتد AVRT او antidromic AVRT. صح. بس انا لو لقيت ان في VA dissociation يبقى الدياجنوزس ديفينيت ان هو هيكون VTEC.
ومن الحاجات المهمة جدا ان لو لقيت ان each QRS complex followed by B wave ده ما يعملش exclusion للVTEC لان 50% من حالات الventricular tachycardia بيحصل retrograde atrial activation فهنلاقي بعد الQRS complex بيجي B wave. طيب السلايد اللي بعد كده دكتور سعد أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله 12 ليت سيرفيس اس في جي تمام نورمال ساينس فيس شورت بي ار انترفال الفيرست بارت على الكيوريس دبليو بي دبليو سندروم اه بالظبط ممتاز احنا عندنا الليفت اكسس ديفيشن بس ده بسبب طبعا الكاردياك بري اكسايتيشن هو ساينس ريزم يعني مش شرط ان احنا نقول نورمال ساينس ريزم ان البي ار انترفال برولونجد زي ما شورتند زي ما انت قلت لو هنقدر نعمل لوكاليزيشن للاكسسوري باس واي يبقى كويس جدا انت عندك هنا الاكتر ان هو هيكون خارج رايت ولا ليفت يعني خلينا نقولها بالبلدي الطريقة القديمة لو واخد شكل الرايت باندل أو في برومينانت آر موجودة في V1 هتبقى خارجة من الليفت سايد لو ما لقيتش برومينانت آر في V1 يبقى ممكن تكون خارجة من الليفت سايد وعندنا في نيجاتيف وفي عندي كيو في الانفيريور ليدز فهي غالبا خارجة من الانفيريور سيجمنتس دكتور محمد في الحاجات لسبوت دايجنوزيس لازم يقول الفاينل دايجنوزيس بالظبط يعني دي cardiac pre excitation طبعا لان ال QRS complex prolonged together with short PR interval يبقى ده WBW pattern احنا ما نعرفش angle of palpitation ولا عشان اقول syndrome بس على الاقل ده cardiac pre excitation ده انا هقول عليه ان هو لو انا هعرف ان انا اشخص المكان هقول ان دوت right postroceptal accessory pathway مش هقدر ان انا احدد مكانه بالظبط يبقى cardiac pre excitation by accessory pathway السلايد اللي بعد كده دكتورة هند أسامة دكتورة هند دكتورة هند سمعنا دكتورة هند طيب دكتور احمد محمد السلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي يا دكتور ورحمه هند. الله ازيك يا دكتور محمد اخبار حضرتك ايه دكتوره هند الكتروفيسيولوجي اهو لا مش هخش في ده هو 12 جريد سيرفيس اي سي جي الهارت ريت اباوت 150 احنا اتريال فلاتر بوزيتيف الانفيريور فهو تيبيكال فلاتر كيفوترايكوسس صح ولا انا بخرف بالظبط يعني انت عارفه ان هو التيبيكال فلاتر او الكيفوترايكوسبيد اسمس يعني لو انت هتخشي بقى بمانيك الكتروفيسيولوجي هو كونتر كلوكوايز ولا انتي كلوكوايز هو كده تيبيكال كونتر كلوكوايز هو التيبيكال فلاتر يعني هو التيبيكال فلاتر يعني كيفوترايكوسبيد اسمس بالظبط وذ هارت ريت 240 لحد 340 هو ده التيبيكال فلاتر قد طيب. يكون كيف تركزت اسمس ديبندنت وانتي كلوك وايز وهو ده المست كومون زي ده او كلوك وايز تمام فده طبعا اتريال فلاتر احنا لو نقدر نعلق على الاتريال ريت هو اباوت 300 البي بي انترفال ولا مره نزلت الايزو الكتريك لاين وده يسبورت اتريال فلاتر اكتر من هي تكون اتريال تاكيكارديا يبقى انا ببص على الايزو الكتريك لاين ما بين البي والبي لو قدرت توصل لايزو الكتريك لاين تبقى دي ماشيه مع اتريال تاكي كارديا وموستلي هتكون تريجرد اكتيفيتي او فوكال اتريال تاكي كارديا لكن هنا انديوليتنج مش قادره تنزل على البيز لاين وتثبت فدي تسبورت ان هي تكون ماكرو ري انتري وده طبعا تيبيكال اتريال فلاتر يعني دي حاجة احنا بنشوفها كل يوم هو واضح ان اللي بيشوفها كل يوم محدش بيجاوب احنا كده نخاف على عيانين بقى ولا ايه لا دكتورة هند لا خلاص بقى يعني لا يعني حد تاني غير دكتورة هند
دكتور معتز. تفضل يا دكتور معتز. الو. تفضل يا دكتور. وعليكم عليكم السلام. طول بليد اس جي نورمال اكسس نارو كومبلكس تاكي كارديو الريجولار كومبلكسز رابيد اي اف موستلي ويز رابيد فنتريكولار ريسبونس. اه بالظبط كده. هو طبعا كلمه رابيد اي اف هو ما فيش حاجه اسمها رابيد اي اف زي ما انت قلت بعد كده اي اف وذ رابيد فنتريكولار ريسبونس لان الاي اف بطبيعته لازم هيكون رابيد هارت ريت بتوين 400 اند 600. فاحنا ناخد بالنا جدا من كلمه رابيد اي اف ما تكتبش في الامتحان لان ده كومنت خطير. شكرا جزيلا يا دكتور معتز. دكتور محمد يعني من اوائل الناس اللي علمونا في الاسم اي سي جي دكتور عبد المقصود الجنادي، وكان طبعا. دايما طبعا وهو رايح جاي على الرعايه يقعد يجيب لنا اي سي جيهات كده ملخبطه ويقعد يشرح لنا الاكسس والاريزميا ميكانيزم. طبعا لحد دلوقتي ما خلصش الميكانيزم وفي الاريزميا. دكتور عبد المقصود معانا في البانلست دلوقتي. اهلا بحضرتك يا فندم. طبعا شرف دايما ان يكون معانا في كل اللقاءات. طيب هنيجي في النقطه الثانيه اللي للاسف ناس بتلخبط فيها ساعات، العيان اللي مركب ديفايس. طبعا احنا ما نجيب ديفايسز هتكون في الاي سي جي هتكون بيس ميكر. احنا علشان نتخيل البيس ميكرز لاما سنجل تشامبر فبالتالي هي بتبيس تشامبر واحد غالبا هيكون الفنتريكل، لاما دول وظيفه الدول تشامبر مش ان هو يبيس التو تشامبرز بس، ان هو يعمل تراكنج بمعنى البي ويف اللي تبقى سنسد بتوصل للباتري فوق والجهاز يعمل لها كوندكشن ينزلها في الفنتركل. فبالتالي العيان اللي مركب بيس ميكر دول تشامبر هيبقى هيفولو حاجه من ثلاثه، لان رقم واحد العيان يمشي بالاون ريزم بتاعه، وطبعا دي احنا مش هنجيبها في الامتحان الا لو كانت مع جزء ثاني. لو العيان فولوينج الاون ريزم هنلاقي ان البي ويف فولود بكيو ار اس كومبلكس، الجهاز كل اللي عمله ان هو عمل دول سينسنج، حس الاتريال اكتيفيتي وحس وراها الفنتريكولار اكتيفيتي على هارت ريت اعلى من اللي هو متبرمج عليه اللي هو غالبا بيكون 60، فبالتالي ما عملش حاجه. هنيجي للنقطه الثانيه ان العيان كان عنده كومبليت هارت بلوك. فالعيان اللي عنده كومبليت هارت بلوك ما عندوش مشكله ان الاتريوم الاس اي نود تفاير بالنورمال ريت بتاعها، مشكلته كلها في ان هي توصل للايفي نود. فهنبص هنلاقي العيان عنده بي ويف وبعد كده البي اور انترفال العاديه اللي انا مبرمجه عليها وبعد كده بيست كيو ار اس كومبلكس، وطبعا بتكون بشكل ليفت باندل برانش بلوك ما لم يكن العيان مركب باي فنتريكولار بيسنج اللي هو سي ار تي. يبقى انا العيان لو لقيت اتش بي فولود بكيو ار اس كومبلكس وفي قبلها سبايك في الغالب هتكون صغيره، معنى كده ان العيان ده مركب دول تشامبر بيس ميكر وويل فانكشنينج وتراكنج الاتريوم، بمعنى ان كل بي ويف فولود بي كيو ار اس كومبلكس. طيب لو العيان عنده سيك ساينس سندروم، بمعنى ان المشكله عنده مش في الاي في نودال كوندكشن، المشكله عنده ان الاتريوم مش قادر يفاير بريت عالي، هنلاقي ان البي ويف في قبلها سبايك وبعد كده الكيو ار اس كومبلكس وذ نورمال مورفولوجي. يبقى انا العيان ده ما اقدرش احكم ان هو مركب دول تشامبر بيس ميكر ولا مركب سنجل تشامبر بيسنج الاتريوم اونلي، وان كان في الغالب احنا بنركب دول تشامبر بس كده يبقى ويل فانكشنينج اتريال بيسنج. النقطه الاخيره ان العيان يكون عنده باي نودال ديزيز، لا الاس اي نود بتفاير ولا الاي في نود بتقدر توصل الاتريال اكتيفيتي، فساعتها هلاقي ان العيان عنده سبايك قبل البي ويف وبعد كده سبايك قبل الكيو ار اس كومبلكس، وبالتالي يبقى ده ويل فانكشنينج دول تشامبر بيس ميكر بيسنج بوث اتريوم اند فنتركل. يبقى احنا كده عرفنا ان وظيفه البيس ميكر تعمل حاجتين، تعمل بيسنج او تعمل سينسنج للانترنسك ريزم، وونس ان هي عملت سينسنج للاتريال اكتيفيتي ولقيت ان هي ما توصلتش للفنتريكل هتعمل لها تراكنج تاخدها توصلها للفنتريكل عن طريق الفنتريكل الار في ليد، ولو لقيت ان الريت اعلى من اللي هي متبرمجه عليه، يعني احنا بيس ميكر لو سيت على هارت ريت 60 والاون ريزم 70 مثلا،
يبقى احنا هنلاقي ان هي بتسكت مش بتعمل بيسنج. هتعمل بيسنج امتى؟ لو الهارت ريت نزل عن كده او لو الاي في ديلي زاد عن اللي هي متبرمج عليه. يبقى انا عندي الميس فانكشن ممكن تحصل في حاجه من اتنين، لا اما نلاقي سبايكس مش فولود ببي ويف او بي كيو ار اس كومبلكس، يبقى ده نسميه ميس كابشر، ان الديفايس بتدي سبايك مفترض تعمل كيو ار اس كومبلكس ومع ذلك مش بتعمل الكيو ار اس كومبلكس بتاعها، ده ميس كابشر. لا اما الاقي ان الهارت ريت بتاع العيان بالرغم ان هو سريع ومع ذلك الديفايس عماله تدي سبايكس، يبقى ده هنسميه ايه؟ اندر سينسنج. اندر سينسنج بمعنى ان الجهاز مش قادر يشوف الانترنسك اكتيفيتي بتاعه المريض، او نسميها ميس سنس اندر سينسنج. طيب الحاجه الثانيه ان العيان راكب بيس ميكر، نلاقي ان في بوزز بتحصل طويله قوي وبعد كده تيجي سبايك تعمل كيو ار اس كومبلكس، يبقى ده احنا بنسميه اوفر سينسنج. الجهاز بيحس الكتريكال اكتيفيتي مش موجوده، بالتالي الجهاز بيسكت وما يعملش بيسنج. يبقى انا معلق على البيس ميكر، انا مفترض ان انا اقدر احدد النوع بتاعها اذا كانت هي سنجل تشيمبر او دول تشيمبر لو عندي ما يدل على ده، وان انا اقول ان هي ويل فانكشنينج او مال فانكشنينج. والمال فانكشن ممكن تكون ايضا في البيسنج او في السنسنج. تمام. لما نشوف اول تريس، لو حد حابب يعلق. دكتور عزة، بقى 12 lead surface ECG showing dual pacemaker, dual pacing, bipolar. There is a spike followed by P wave and the spike followed by QRS complex. Good pacing, good capturing. Sensing can't be assessed here as there is no native rhythm preservation. يعني ممتاز يا دكتور عزة، انت في تيم الاي بي اس اكيد بقى. حاجه جميله، يعني انت ازاي عرفت ان هو باي بولر مش يوني بولر بيسنج؟ السبايك بتاعته صغيره بالظبط. هو السبايك الحجم بتاعها على قد السيركت الكهرباء هتمشي فيها. لو هو يوني بولر بيسنج السيركت هتكون طويله جدا ما بين الار في تيب ليد وما بين البوكت اللي موجود فوق، فهنلاقي ان في سبايك كبيره. لو السبايك صغيره بالشكل ده معنى كده ان السيركت قصيره جدا ما بين التيب وما بين الرينج بتاعه الليد، يبقى دوت ويل فانكشنينج دوال تشامبر بيس ميكر. نيجي اللي بعد كده. طيب حد تاني غير دكتور عزة؟ دكتور احمد منصور. فتول بليد سي جي في سبايك بتاع البيس ميكر قبل كل فنتريكولار ايفنت، فغالبا دوت في في اي سنجل. طيب هو الاندرلاينج ريزم ده في في اي متركب على اي اف ولا على كومبليت هارت بلوك؟ ما فيش اترال اكتيفيتي، ما فيش اترال اكتيفيتي، فهو ما فيش في اي ديسوشيشن، وده حاجه مهمه جدا ان انا اعلق عليها. هو ابسنت بي ويف، في نفس الوقت انا مش شايف ان التيرمينال ديفليكشن بتاع كيو ار اس كومبلكس ظهر فيه ريتروجريد بي، فغالبا دوت اي اف وذ ويل فانكشنينج سنجل تشامبر بيس ميكر. طيب هنا دكتور احمد محمد. منتظمة بدون بيس ميكر اكتيفيتيز،
تمام. بعد كده شايف في ليد اي في اف بي مجاش بعديها كيو ار اس زي ما بيكون بنتكلم على اوفر سينسينج. تمام ممتاز. بعد كده لما بكمل ببص في ال في ال في ال V1 وال V2 و3 و4 و5 شايف هنا بيس ميكر سبايكس بدون ما يكون في اكتيفيتيز فمجنون كيو ار اس فده برضه ميس كابشر. ممتاز ممتاز يا دكتور احمد. عندنا مال فانكشن عندنا مال فانكشن في سينسينج يعني في مال سينسينج وفي نفس الوقت برضه اندر كابشر. مال فانكشننج دول تشامبر بيس ميكر وذ اوفر سينسينج اند لوس اوف كابشر انترميتنت لوس اوف كابشر. طيب لما نبص هنا هو لسه ما حدش عايز يجاوب يا دكتور محمد. لا دكتوره عزه. دكتور عبد الله مجدي. طيب دكتور سعد. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. هو ده لونج ستريب في انا شايف في السبايك بتضرب في ريجولار ريت بس ملهاش علاقه بالكيو ار اس يعني. ممتاز. ما فيش علاقه بين الكيو ار اس نورمال والسبايك يعني انت كانهم ما لهمش علاقه ببعض يعني جهاز البيس بي بيس لوحده يعني. بالظبط. يعني احنا قلنا برضو دايما نتعود ان احنا ناخد الحاجات بالترتيب. هو الكيو ار اس كومبلكس ده ريجولار ولا ريجولار ريتم الاول بعيدا عن السبايك؟ لا الريجولر الريزم بتاع العيان ايه يعني برادي الريزم هو الريجولر ايه ده اف اف بالظبط. عشان اقول اوفر سينسنج ولا لا او اندر سينسنج ولا لا انا شايف ان الفنتريكولار اكتيفيتي اسرع من البيس ميكر ريزم. يعني انا لو حسبت البيس ميكر ريزم هلاقي حوالي 60 صح خمس مربعات كبيره ما بين كل سبايك وسبايك. تمام. والانترنسيك ريزم اسرع من كده يبقى انا كده اندر سينسنج ولا اوفر سينسنج؟ لا هنا كده اندر سينسنج. انا مش شايف الاكتيفيتي بتاعه المريض. تمام. البيس ميكر بيتفاير ومش شايف الاكتيفيتي. طيب احنا في تاني سبايك والسبايك الرابعه والخامسه ممكن تحصل سبايك وما تعملش كيو ار اس كومبلكس لان هي جت مع الكيو ار اس كومبلكس بتاع العيان. لكن السبايك الاولى والثالثه والخامسه جايين في وقت مفترض ان هم يعملوا كيو ار اس كومبلكس صح؟ تمام. يبقى ده حصل كمان ميس كابشر. تمام. يبقى ده مال فانكشننج. طبعا الريزم بتاع العيان اي اف وذ كنترول فنتريكولار ريسبونس مال فانكشننج سنجل تشامبر بيس ميكر بوث اندر سينسنج اند ميس كابشر. يعني هنرجع تاني للأريزمية بقى. دكتور عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. This is 12 lead surface ECG with long strip narrow complex tachycardia with retrograde B. For differential diagnosis, most probably AVNRT. تمام. هو طبعاً والأكسس نورمال والهارت ريت حوالي 160. دي إحنا بنسميها شورت آر بي تاكي كارديا. هو by definition long آر بي. يعني البي ويف أقرب للكي آر إس كومبلكس اللي هيجي بعدها. شورت آر بي يبقى البي ويف أقرب للكي آر إس كومبلكس اللي قبلها. البريسيدنج كي آر إس كومبلكس. فدي تبع الشورت ار بي. شورت ار بي هتشمل اي في ان ار تي واي في ار تي او اتريال تاكي كارديا مع فيرست ديجري هارت بلوك. تمام. في الغالب الاي في ان ار تي هتلاقي ان الريتروجريد بي امبيدد جوه الكي ار اس كومبلكس. يعني لو هتحسب ان الجزء اللي في اخر الكي ار اس كومبلكس او دي سودو اس هتبقى دي اي في ان ار تي. تمام.
يبقى دي نارو كيو ار اس كومبلكس تاكيكارديا فور ديفرنشال دايجنوزيس اللي هي اي في ان ار تي او اورثودروميك اي في ار تي. السلايد اللي بعد كده هو العجيب زي ما حضرتك قلت يا دكتور مصطفى، الحاجات الستريت فورورد الناس بتفكر فيها اكتر من الحاجات الصعبه. طيب دكتور عفت هيجاوبك يا دكتور محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي طول فيليد اي سي جي نورمال ساينس ريس من ساينس ريس الكيو ار اس ديبريشن ويز نورمال في دبل رايزنج في الفيليد ريليس ويز سبروكل ومعنا كمان غالبا فيرست ديجري هارت بلوك وفي ار في انفاركشن عشان الرايزنج في الليد 3 اكتر من الليد 2. طيب البوستيريور هو بوسيبل بوستيريور طبعا لا البوستير البوستيريور لكن هو طبعا في بوسيبيليتي ان هو يكون بوسيبيليتي في البوستيريور بس في بوسيبيليتي في البوستيريور فعلا غير الار في كمان عشان الديبريشن مع السلايتلي ابريتي. طيب بعد كده يعني دي احنا جبنا زيها قبل كده بالظبط فممكن سبوت دايجنوزيس على طول. دكتور عبد الله سبوت دايجنوزيس ذس از ايتريال فلاتر اورثودروميك هو تيبيكال ايتريال فلاتر تيبيكال كونتر وايز كلوك وايز ايتريال فلاتر دي برضو زي اللي احنا جبناها قبل كده لو سبوت دايجنوزيس. دكتورة جيهان جيهان مغربي دكتورة جيهان. طيب دكتور أحمد محمد أنا شايف هنا شورت بي آر انترفل مع دلتا ويبس دوت ريزيتيشن سندروم. تمام mostly left anterolateral pre-excitation. طيب بعد كده دي برضو التريسز المشهورة جدا اللي كانت بتيجي على طول يا دكتورة جيهان رفع ديها برضو يعني لو في لو ما فيش مشكلة في المايك اتفضل يا دكتورة جيهان. طيب دكتورة عزة 12 lead ECG with long strip showing patient is sinus rest with prolonged PR interval first degree heart block تقريباً sinus tachycardia tachycardia heart rate about 110 لا هو أنت حسبها غلط بس مش مشكلة يعني هي مش tachycardia تعيني واحد مشتكي ماشي يبقى انا مش شايفه كويس there is a hyper acute T wave from V3 up to V6 with Bohr wave progression from V1 up to V4 دي اللي هي narrow base و spike دي كده دي كانت الأكيوت أكيوت 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 سيمي أن كده هيبقى ماشي معانا أن كده ماشي يعني هي على سكاربوزا كريتيريا ما مش هتاخد منك حاجة خالص. لا هي مش هتاخد بس هو أنا مش عارفة العيان ده إذا كان لسه بندر قبل كده ولا لأ. وأنا شايف على البانل إن في ناس كتير كاتبة هايبر كاليميا هو ده الموست ابروبريت دايجنوزيس. دكتور منير سيف اول واحد كتب هايبر كاليميا. عندنا هايبر اكيوتي برولونجيشن في كيو ار اس ديوريشن فيرست ديجري هارت بلوك برغم ان العينه مش تاكيكارديك دي طبعا سجستنج ان هي بيتش اوف هايبر كاليميا. بعد كده لو كانت زادت اكتر من كده كان ممكن البي ويف تبدا تختفي خالص.
ممكن حد يعلق على دي؟ دكتورة إيمان الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. The long strip دي polymorphic ventricular tachycardia torsade de Bois غالبا. تمام. يعني احنا يا ريت لو بنكتب كومنت برضو، احنا ملاحظين ان اول 4 بيتس كان في واحده نارو، بعد كده جت وايد، جت بي في سي ار ان تي وما حصلش حاجه، اللي وراها حصل تاني ار ان تي، هنلاقيها في البي دي، وعملت انيشيشن للتورسادوبا. طبعا انا مش شايف بيت عاديه اقدر احسب بيها الكيو تي انترفال اذا كانت برولونجد ولا لا، فهي دي تورساد. طيب دكتور احمد منصور كان بيسالك، دكتور محمد is it باي دايركشنال؟ هو الحقيقه هي يعني هي روتيتنج، مش ماسكه دايركشن واحد. احنا لو هنبص هنا لان هي يعني عماله تختلف، ما هي باي دايركشنال اللي هي روتيتنج اكسس برضه، مش هتختلف عن التورسيت. هي دكتوره هند بتجاوب بسرعه جدا على السلايد اللي بعد كده. بالظبط. خلاص احنا يعني خلاص من نحرم الدكتوره هند من الاجابه ونروح للي بعديه. طبعا احنا بس لما بنعلق على الهارت بلوك، لو انا اقدر احسب الاتريال ريت واقول ان الهارت بلوك حصل على اتريال ريت قد ايه، مهم جدا، لان ممكن السلايد تكون جايه باتريال تاكي كارديا و2 تو 1 بلوك، ويبقى الدايجنوز بتاعها موبت تايب 2 هو اللي مكتوب كده، او حتى 2 تو 1 هارت بلوك. الهارت بلوك حصل على ريت قد ايه، ده مهم جدا. طيب ممكن نتأملها شوية. في حد هيجاوب يا شباب؟ دكتور أحمد اتفضل. أنا شايف إن حضرتك بتقول بي سيرفيس إي سي جي مع لونج ستريب تحت، في لونج ستريب شايفين في الجزء الأول ريجولار بي كي آر إس ويفز، وبعد كده بنيجي في نقطة بنلاقي عندنا prolongation لما يكون sinus arrest أو sinus atrial block. عشان نفرق بين الاثنين بنحسب البي ويفز بتيجي بعد مسافة قد إيه بالظبط. بالنسبة للبي اللي قبليها لو جاية في نفس الريجولار انترفال يبقى ساين اتريال بلوك، لو جاية في انترفال مختلف عن المتوقع الاكسبكتد بتاعها تبقى ساينس اريست. ممتاز يا دكتور احمد، وهي دي 2 تو 1 ساينس اكزيت بلوك. دي ممكن تكون صعبة شوية. هو الشات حتى يعني لسه ما حدش كتب، ولا هند أسامة كتبت. طيب دكتور أحمد ربيع. هو 12 lead ECG with long strip sinus rhythm الهارت ريت يعني حوالي 60، في بريماتيور بيتس كده موجودة بس جاية very early، فدي blocked بريماتيور بيتس. طيب حد تاني حابب يشارك بحاجة؟ عبد الله مجدي يعني قرب شوية. وأحمد منصور، يعني إحنا دايما بنقول علشان نقول first degree heart block لازم يكون الاتريال ريت أسرع من الventricular rate أو من الكي ار اس ريت. لو لقيت إن الكي ار اس أسرع من الاتريال ريت يبقى أكيد مش بلوكت، ده يبقى سابقه، وده نوع من أنواع الـ S انودال ديسيز. مش كل الـ S انودال ديسيز تاكي برادي أو ساينس اكزيت بلوك أو ساينس برادي كارديا، في حاجة اسمها ايزوريزميك ديسوشيشن اللي دكتور إيهاب قالها. برافو عليك يا دكتور إيهاب، ايزوريزميك إيفي ديسوشيشن. دكتور إيهاب سالم هو اللي جاب. برافو عليك، برافو فعلا. اتفضلي يا دكتورة هند.
عندنا هنا يعني long strip first beat showing atrial heart rate فيها atrial tachycardial heart rate على 160 I think this is أنا مش شايفة retrograde B wave خالص دكتور محمد في الأبر بانل بصراحة تمام تمام فهي هتبقى AVNRT followed by both الهارت ريت على 50 على 40 ended by sinus wave followed by junctional beat followed by large both يعني المفروض ناخد العيان ده نركب له هو كده 6 sinus syndrome بالظبط هو طبعا 6 ساينس سندروم ليها انواع فاحنا لو هنقول 6 ساينس سندروم يفضل سندروم هنا تبقى الطيب بتاعها الطيب بتاعها طب مش هنا كده هتبقى تاكي كارديا اي في ار تي برادي اريزميا هو يعني يعني انت لو هتلاحظي هنا يا دكتوره هند ممكن تلاقي ان ده تحسبي اي اف هو طبعا مش سستند اكتر من 30 ثانيه عشان نقدر نقول ان ده اي اف باي ديفينيشن بس هو الريجولر هي سوبرافنتريكولار اريزميا الترنيتنج والساينس بوزس فده يشخص تاكي برادي اريزميا هو اول 3 بيت ريجولر صح يعني اول 3 بيت يعني ده حتى انت لو هتبصي هتلاقيه مش ريجولر واحنا مش هنحاسب على ده قوي يعني سوبرا فينتريكولار اريثميا اريثميا سوبرا فينتريكولار اريثميا تاكي برادي سندروم الترنيتنج بساينس بوزس تمام طيب هنيجي على الحاجه بعد كده هما تو سلايدز سرعة جدا اللي هو الامبلانتابل كاردياك ديفايسز الهاي فولتج ديفايسز اللي هي اي سي دي والسي ار تي دي الجهاز ده ببساطه زي ما احنا قلنا لا اما هيكون دول تشامبر ففي اتريال ليد وفنتريكولار ليد لا اما هيكون سنجل تشامبر بيسجل الفنتريكولار اكتيفيتي بس تمام انا لما ابص هنا على التريس ده طبعا احنا بنسميه اي جي ام او اي اي جي ام انتراكاردياك الكتروجرام هنبص هنلاقي هنا ايه بقى ده دول تشامبر ولا سنجل تشامبر احنا مش كاتبين بس انا عندي فوق ده الاتريال شانل واللي موجوده تحت ده فينتريكولار شانل وشايفين ان في ديسوسيشن فينتريكولار ريت اسرع بكتير جدا من الاتريال ريت ومن باب التسهيل هو كاتب لك تحت السايكل لينث ما بين كل كيو ار اس كومبلكس والتاني 200 ملي سكند يعني الهارت ريت هنا 300 ده 300 طب انتوا يا جماعه بتقعدوا على نفسكم بتقولوا ده ماي بوتنشال ماي بوتنشال جايز اقبله على الاتريال ليد لكن الفنتريكولار ليد السيجنالز فيها واضحه جدا يبقى هنا احنا عندنا فنتريكولار تاكي كارديا على هارت ريت حوالي 300 بيت بير مينيت وفي في اي ديسوسيشن الاتريال ريد ريت برادي خالص الفنتريكولار ريت هو اللي سريع ببساطه الجهاز كاتب لك انا عملت ايه في دي سي شوك اتاخدت على 35 جول terminated بقى في atrial وطبعا بعد التيرمينيشن الventricular activity وقفت بقى atrial sensed وventricular beast يبقى احنا ممكن بيجي حاجه زي كده يمكن الناس ما كانتش متعوده عليها وبيقول لك what happened ايه اللي حصل ده implantable dual chamber ICD وحصل ده ال EGM بتاعه recording ventricular activity at heart rate 300 per minute with VA dissociation, the attack was terminated by DC shock 35 joule and successfully the attack was terminated. يبقى ده بنسميه EGM اللي هو كأنك انت بتشوف رسم القلب بتاع العيان بس بالimplantable device. طيب ممكن حد بقى يعلق على دي؟ تفضل يا دكتور احمد. يعني زي ما دكتور محمد لسه واصل احنا معانا هنا فنتريكولار اي جي ام تمام تحت ام كي ار مش عارف حقيقه بقصد بيه ايه شايفين هنا فنتريكولار اكتيفيتيز على ريت حوالي 170 ممتاز وبعد كده الجهاز كاتب ان هو اتي بي اللي هو انتيكارد بيسنج ممتاز دول الثمانيه بيتس الجايين ورا بعض وبعديها شايف انا لسه برضو ان الventricular rate على نفس الريت لحد اخر الصوره عندي حوالي 150 برضو فده معناه ان هو كان unsuccessful ممتاز وبعد كده بعد كده مكمل تحت التاني الجهاز لما رأيت ان لسه الventricular tachycardia شغاله فادى شوك
والشوت اللي هي قدرت ان هي تصلح successfully terminated التاكيكارديا. ممتاز يا دكتور احمد. طبعا ده كان كارديو فيرجن يعني هو سينكرونايزد مع الكي ار اس كومبلكس بتاع العين. معلش انا يمكن هنا ما جبتش سلايد للاي سي دي تاكوجرام. الاي سي دي تاكوجرام هيكون نفس فكره الاي جي ام. بيفرق فيه ان هو عامل تاكوجرام زي بتاع الهولتر، هتلاقي فيه مربع اسود وفيه مربع ابيض. المربع الابيض ده الاتريال اكتيفيتي، طبيعي لما يكون رسم القلب ساينس او يكون الريزم ساينس تلاقي المربع الابيض فيه جواه مربع اسود. فجاه لو لقيت المربع الاسود ده ساب المربع الابيض ونزل تحت خالص على سايكل لينس اسرع منه بكتير، يبقى العين ده جاله فينتريكولار تاكيكارديا. وهتلاقي مكتوب نفس الكلام اي تي بي، يعني العين الجهاز بدا يعمل انتي تاكيكارديا بيسنج. ولو ادى دي سي شوك هتلاقي مكتوب لك دي سي، يبقى انت عارف كده ان هي ترمينيتد. انت كل مطلوب منك ما دام جالك اي سي دي في الغالب العين جاله فينتريكولار تاكيكارديا ان انت تقول الجهاز عمل ايه. من غير ما نخش في تفاصيل كتير، الانتي تاكيكارديا بيسنج ليها تو باترن، لا اما بيعمل بيرست بيسنج. بيرست بيسنج يعني انت ظابط الجهاز هيعمل هيدي ضربات سريعه بسايكل لينس، مثلا انت بتظبطه 90 او 80% من التاكيكارديا سايكل لينس. بمعنى مثلا لو العيان عنده تاكيكارديا سايكل لينس 100 ملي سكند، يبقى الجهاز هيدي سبايكس على 90 ملي سكند بحيث ان هو يكون اسرع وبالتالي يحاول يترمينيت. يبقى ده البرست بيسنج بيدي على هارت ريت ثابت انت ظبطه بنسبه كام في الميه من التاكيكارديا اللي جت في العيان. في حاجه اسمها رامب. الرامب هو مش بيدي ثابت، بيبدا مثلا ببيسنج على سايكل لينس 200، اللي بعدها 180، اللي بعدها 160، لان هو بينزل كمنحدر بيحاول يسرع اسرع اسرع عشان يترمينيت التاكيكارديا. طبعا ده احسن ان هو يترمينيت، ولكن في ريسك ان العيان يجي له في اف من الانتي تاكيكارديا بيسنج. فهتلاقي مكتوب اي تي بي بيرست او اي تي بي رامب، تبقى فاهم ان رامب يعني الجهاز عمال يسرع في نفس البيتس ورا بعض، البيرست عمل بيسنج على فيكسد هارت ريت. الحاجة الأخيرة بقى علشان إحنا طولنا عليكم معلش، الـ EB study، وهي في الغالب لما بتيجي بتكون بسيطة جدا. ببساطة إحنا في الـ EB study أنت بتحط الكاثيتر في أماكن بتسجل بدل الـ surface ECG بتسجل electrical activity من جوه. فبالتالي أنا لو حطت أسطرة في الـ high right atrium هي هتسجل إيه؟ هتسجل الـ atrial activity اللي هي يمثلها فوق الـ B wave. لما حط أسطرة في الـ AV groove هتحس الاتريال اكتيفيتي والفنتريكولار اكتيفيتي. فهنبص هنلاقي على الكورونري ساينس اللي هي بنسميها سي اس كاثيتر هتلاقي فيه ديفليكشن كبير، ده بيكون الاتريال اكتيفيتي، وديفليكشن صغير ده بيكون الفنتريكولار اكتيفيتي. طريقه العد ما بينهم في العادي 1 و2، ده الموست ديستال اللي هي واقفه على اللاترال وول بتاع الميترال انيولس، 9 و10 هو المور بروكسيمال اللي موجودة تقريباً عند الـ CS Ostium. فالطبيعي إن أنا دايماً ألاقي إن الـ V عند 9 و10 تسبق الـ V اللي موجودة عند 1 و2 اللي هو بنسميه Concentric Conduction، لأن طبيعي الـ Conduction ما بين الـ Atrium والـ Ventricle بيحصل عن طريق الـ AV Node اللي هي موجودة في الـ Medial Aspect بتاع الـ Atrium مش في الـ Lateral Aspect. طيب لو أنا حاطط أسطرة على الهس، أسطرة الهس بتسجل الهس Potential وبتسجل الاتريال اكتيفيتي والفنتريكولار اكتيفيتي، يبقى انا في اسطره الهس بلاقي A ديفليكشن، بعد كده بلاقي الهس ديفليكشن، وبعد كده بلاقي ال V. ونورمالي بوجه عام نورمالي ال AH اطول من ال HV. ال HV مفترض تكون من 35 ل 55 ملي سكندز، ال AH من 55 ل 125. بالتالي في اي AP trace لو لقيت ان ال AH interval اقصر من ال HV وفي first degree heart block عند العيان، هيبقى ده ايه؟ infrahesian تحت الهيز باندل. وهنشوف امثله على ده بعد كده. يعني احنا لو بصينا على التريس ده ببساطه، انت من غير ما تتوه في سيرفيس اي سي جي موجود فوق قبل الاي جي ام اللي متسجل تحت. وانس ان احنا حاطين channels للاي جي ام هيبقى مكتوب عليها التشانل دي موجوده فين.
احنا لو هنعلق على السيرفيس اي سي جي اللي فوق هنقول ان هو ساينس ريزم وذ رايت باندل برانش بلوك، موضوع ذات سمبل يعني. لما هبص تحت هلاقي اثرت الهاي رايت اتريوم اهي، هلاقي الاي سابقه الفي اللي متسجله في الرايت فنتركل، ولما هبص على الاي اتش في في الهيس باندل هلاقي ان الاي اتش 75 ملي سكند والاتش في 42 ملي سكند، يبقى ده نورمال كوندكشن. يبقى ده surface ECG together with EJM recording of right ventricular apex, high right atrium and his bundle showing normal sinus rhythm HA followed by V, normal AH HV interval. يبقى الconclusion، وده انت مش هتجيبه من الEJM، هتجيبه من surface ECG، sinus rhythm with right bundle branch block. طيب لو بصينا على التريس ده ممكن حد يحاول يعمل كومنت عليه بنفس الابروتش يعني عشان ما تصعبوش على نفسكم. طبعا انت ما تقدرش تقول ان الكيو ار اس كومبلكس وايد ولا لا الا لما تبص على المسطر اللي موجوده تحت اللي بتقول لك ان كل انترفل ب 100 ملي سكند. يعني انا لو عايز احسب الكيو ار اس ديوريشن بغض النظر ان هو برضو هنا رايت باندل برانش بلوك مورفولوجي، محتاج ان انا اجيب المسطره دي واعرف. طيب الـ AH أطول ولا الـ HV هنا؟ الدكتور إبراهيم محمود سؤال. وعليكم السلام دكتور محمد، زي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ده سيرفيس ECG مع انتراكاردياك ECG الدكتور جرام. الدكتور جرام سيرفيس ECG في فيرست ديجري هارت بلوك البيار انترفال برولونجين من الأسرة اللي في الهيس بوندل الـ AH أطول من الـ HV، الـ HV أطول من الـ AH. تمام الـ HV 85 ملي، وإحنا عارفين الـ normal value زي ما قلنا من 35 لـ 55، يبقى ده الـ diagnosis بتاعه إيه؟ first degree AV block with right bundle branch، وده برضو احنا جايبينه من السيرفيس اي سي جي اللي موجود فوق. يعني هي دي اصعب شويه، احنا في الغالب مش هنجيبها. لو احنا بصينا على السيرفيس اي سي جي هنلاقي في بي ويف وفي قبلها على طول سبايك، يبقى احنا بنعمل كده ايه اتيال بريست بيسنج. هبص هلاقي هل كل بي فولود بكي ار اس كومبلكس؟ لا، يعني تقريبا احنا عندنا 3 to 1. طيب الليفل اوف بلوك فين، سوبرا هيسيان ولا انفرا هيسيان؟ علشان اعرف ده هبص على الهيس باندل بوتنشال. ادي السبايك اللي انا بعمل بيها بيسنج فولود باي اي، بعد كده الهيس ديفليكشن ومفيش في ديفليكشن، فضلنا كده احنا بنبيس اي H، مش هتلاقي ال V إلا هنا، أدي V مرة وأدي V مرة، يبقى ال AH ما حصلش فيها مشكلة conducted normally، المشكلة كلها في ال HV interval. يبقى احنا عندنا infrahessian 3 to 1 AV block. يعني دي مش هتفرق عنها كتير. خلينا ناخد دي كحاجة أخيرة. لو حد هيبص على الأساطر، حد حابب يشارك في الكومنت بتاعه؟ دكتور أحمد منصور، اتفضل يا دكتور أحمد. هو هنا في بيسنج في الرايت فنتركل، يعني بص هي دي هتكون اكتر ار في ديفليكشن من ان هي تكون بيسنج. تمام، هو انا بعد بشوف الريليشن بتاعه الفنتركلر اكتيفيتي للاترال اكتيفيتي، فهنا في الار في اكتر من الرايت اتريوم. بالظبط، ودي لو شفناها في السيرفيس اي سي جي العادي تشخص ايه؟ في تك. احنا عندنا ده وايت كيو ار اس كومبلكس تاكي كارديا، عندنا ال في اي ديسوشيشن فنتريكولار ريت اعلى من الاتريال ريت، دي الدايجنوز في تك. في الغالب لو هيجي تريسز بتكون على الهارت بلوك، تحدد الليفل اوف بلوك اذا كان انفراهيسيان ولا سوبراهيسيان.
يعني اعتقد كفايه كده اي بي تريسز عشان ما تكونش الامور برضو معقده. كفايه قوي اللي احنا عرفناه، نبقى عارفين دايما ان الاساطر مطلوب منها ان هي تسجل الكتريكال اكتيفيتي في المكان اللي هو فيه. فلو انا مش عارف هل كل ايه فولود بكي ار اس كومبلكس ولا لا، هبص على الهاي رايت اتريال كاثيتر وهبص على الار في كاثيتر. لو لقيت الاثنين ماشيين مع بعض يبقى ما فيش بلوك. ببص بعد كده على الهس بوتنشال الاي اتش والاتش في اذا كان نورمال او فيهم واحده برولونجد. لو الاي اتش برولونجد يبقى ده سوبرا هيسيان بلوك، لو الاتش في هي البرولونجد يبقى انفرا هيسيان بلوك. يعني عشان ما نطولش عليكم، بس دي تاكي كارديا وهنبص هنلاقي ان اتش في فولود بار، والاكتيفيتي لما هنبص على الهيز باندل هنلاقي ان هي اتش في اي. طبعا هي لو انا بصيت على دي وقلت عليها وايت كار اس كومبلكس تاكي كارديا و اتش ار فولود اتش في فولود باي اتريال اكتيفيتي، ممكن اشخص ان هي في تاك. لكن لما هبص على السيكونس في الهيز باندل بوتنشال هتلاقي اتش في اي الفي تاك عشان تتوصل ريتروجريد للاتريوم، هنلاقي سيكونس في اتش اي طلعت من الفنتريكل في الهيس باندل لحد ما وصلت للاتريوم، فالسيكونس هيكون في اتش اي هنا السيكونس اتش في اي، وده الحقيقي شخص اي في ان ار تي. شكرا جزيلا لكم يا جماعه وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور مصطفى دكتور محسن ودكتور عبد المقصود طبعا نورنا النهارده. بالتوفيق يا جماعه ان شاء الله فيما هو قادم. شكرا جزيلا دكتور محمد. دكتور عبد المقصود، ربنا يبارك فيك يا محمد، جميله جدا جدا، وحقيقي انت بترجع لنا ذكريات الاي سي جي. حقيقي احنا كنا زمان، كان يمكن مصطفى عارف الكلام ده، كنا بنجيب جهاز الاي سي جي اللي هو في كودا ده ونقعد احنا نعمل الاي سي جيات بنفسنا، ونقعد نجيب بقى جبرائيل خان وبتاع. فانت حقيقي رجعت لنا ذكريات جميله جدا للاي سي جي، لان ده كان الفيرست دايجنوستيك تول لينا، وبعد كده جالنا الايكو. يعني حقيقي احنا انبسطنا جدا جدا بالاي سي جي تريسز اللي انت عملتها، وطريقه شرحك اللذيذه الظريفه السهله اللي حقيقي ديجستبل لينا كلنا. شكرا جزيلا. شكرا يا محمد، شكرا. شكرا دكتور مصطفى، ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك دكتور عبد المقصود. من الجمل الشهيره الحقيقه للدكتور حاتم خليف ان في مره كنا بنقرا من ماريوت اي سي جي، فعلم انتوا بتقروا من ماريوت ليه؟ ده كله حاجات لخبطه. ما اعرفش راي الدكتور محمد سامي، كان دايما دكتور حاتم يميل للبساطه في قراءه الاي سي جي وفي الكومنتس. بالظبط، يعني هو الاي سي جي تول هو البيز لاين بتاع الكتروفيسيولوجيكال ستادي. ماريوت الحقيقه فعلا في حاجات مكلكعه شويه، وان كان بيشرح ميكانيزمه في اريثميا في نقط كتير، لكن فعلا سيمبل السيمبل، والتيست مش مفترض يتحمل فوق مقدرته على التشخيص. احنا بنشخص بيه حاجات معينه هي دي المطلوبه، وزي ما حضرتك قلت يا دكتور مصطفى نفكر سيمبل. الامتحان بالذات بيجي في الحاجات الكومن، مش بيجي في حاجه صعبه. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. ان شاء الله. هو طبعا الدكتور منصور مصطفى بيبلغكم تحياته، هو يعني عنده حاجه كده ما قدرش يسيبها النهارده. الدكتوره ايمان راشد عندها مشكله في النت، فكده كده هنأجل الإكس راي. أعتقد إن كان في طلب من الشباب يا دكتور محمد، دكتور طاهر ودكتورة إيمان طبعاً هنبلغها بالكلام ده، إن هم عاوزين التريسنج ده ما يبقاش قبل الامتحان بس، يعني إحنا عايزين كل فترة كده إن شاء الله كل أسبوعين تبقى فيه محاضرة أوفر في نص الأسبوع للتريسنج، يعني دردشة زي ما إحنا طبعاً بنعمل طبعاً كده. يعني إن شاء الله طبعاً يا دكتور مصطفى. موافق يا بي، موافق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. دكتور عبد المقصود برضو ممكن يحضر معانا حاجات يعني كده فور اوبن ديسكشن بعيده عن المحاضرات الكلاسيك والحالات الكلاسيك ان شاء الله. اكيد باذن الله دكتور مصطفى، حاضر عينيا باذن الله نعملها ونبقى ندسكس مع بعض. ودي فكره جميله جدا، لان حقيقي الاي سي جي من الحاجات الاساسيه مع الكلينيكال اكزامينيشن، وحقيقي هو من الحاجات طول عمرنا متعودين ان في ديفيكولتيز وتكرار، ان احنا نجيب تريسز ونراجعها مع بعض هيرمايند كل الذاكره بتاعتنا ان احنا نرجع ذكريات الاي سي جي، ودايما يبقى في بالنا على طول باذن الله ان شاء الله. ودكتور عبد المحسن طبعا يعني تريسنج اوف كلينيكال كارديولوجي هتكون فيري هيلبفول ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا مصطفى، وربنا ييسر ويوفق الجميع ان شاء الله. ربنا ان شاء الله. ان شاء الله نشوفكم بخير ان شاء الله يوم الاثنين مع الدكتور سامح والدكتور عبد المقصود في البايفوركيشن، وان شاء الله نتمنى لكم امتحانات سعيده يا جماعه، وان شاء الله
تكونوا موفقين. شكرا جزيلا. ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام.